موفقين بإذن الله. الأهلي ما بيخافش، والمستحيل ليس أهلاويا زي ما تعودنا دايما نقوله. بإذن الله إن شاء الله الدور قبل النهائي أو تذكرة الدور قبل النهائي تكون من نصيب النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي. هنتكلم أكتر على الأهلي وهنفرد مساحات أكتر لرجاء، وزي ما وعدتكم في بداية سهرتنا النهاردة كمان هنروح للمغرب نطمن على فرقتنا ونشوف بداية التمرينة بتاعت النهاردة. بس خلونا في البداية نرحب بنجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح اللي بيشرفنا في الأهلي في رمضان، نقول له بداية كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. أحمد مساء الخير، ومساء الخير على جماهير كرة في مصر، جميل النادي الأهلي خاصة، وكل طبعا الأمة الإسلامية. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وكل مصر بخير وصحة وسعادة. يعني الشهر الكريم جري بسرعة جدا يعني، وأيام كلها خير الحقيقة يعني، وإن شاء الله يكون يا رب دايما بالخير على مصر والمصريين والأمة العربية كلها بإذن الله تعالى. وسعيد دايما بوجودي معاك. أنت عارف إن يعني دي جت على الهوا مش متحضرة، أنا بقيت أتفائل بيك قبل الماتشات الصعبة يعني دايما. الحمد لله دايما بنطلع في ظروف صعبة، ولكن الحمد لله يعني ربنا دايما الحمد لله بيكرمنا، وطبعا بمجهود رجالتنا صحيح. اللي إن شاء الله هنتكلم يعني في الحلقة إن شاء الله على الروح القتالية العالية للنادي الأهلي والظروف الصعبة، وشخصية النادي الأهلي دايما بتظهر في الظروف الصعبة دي. والله أنا كنت بقول في ده الحلقة إن أنا مش مستصعبها قوي يعني شايف إنه في حاجات كتير قوي. إحنا رايحين المغرب وإحنا الأريحية أكتر عند النادي الأهلي، الضغط أكتر عند الرجاء، 2-1 في الأدوار النهائية في بطولة بحجم دوري الأبطال، نتيجة مش سيئة. بالعكس إحنا يعني في نتائج بلغة الأرقام كانت أسوأ عملها النادي الأهلي على ملعبه، وطلعت برا يعني قدرت الحمد لله كسرت المستحيل زي ما بيقولوا يعني. طبعا هو أكيد إن شاء الله هنتكلم فنيا شوية في عن مباراة الرجاء، وإزاي إن شاء الله نقدر يعني نخرج بنتيجة إيجابية بإذن الله من المباراة دي. خاصة يا أحمد أنا كنت بتفرج عليك قبل بداية لقائنا، يعني إحنا هنا أفضل بكتير. أيوة. يعني لقاءاتنا امام الرجاء سواء في المباراتين الاخرتين وخاصه اللقاء اللي هنا، الاستحواذ والفرص وحاجات كتيره جدا جدا كنا الافضل. أيوة. ولكن دايما نتيجه اللقاء هي اللي بتفرق. احنا الحمد لله متفوقين ب2-1 بفارق هدف. النادي الاهلي قادر طبعا ان شاء الله هناك يقدر يتخطى عقبه الرجاء ان شاء الله. الظروف والاجواء اللي الناس كلها متخوفه منها وبتتكلم عنها، شخصيه النادي الاهلي قادره دايما بخبراتها الكبيره جدا انها تقدر تتخطى الظروف دي. وعايز اقول انه علاقتنا مع الاشقاء المغاربه خارج الملعب مع جماهير مع حتى الاعلام المغربي، انت لسه كنت بتكلم حد من الاخوه الصحفيين، علاقه جيده جدا. طبعا رئيس النادي هناك واتصاله بكابتن محمود الخطيب واطمئنانه على البعثه، كل هذه الاجواء اجواء وديه جدا جدا، ولكن المنافسه الحقيقيه داخل الملعب، وان شاء الله شخصيه النادي الاهلي تفرق بشكل صحيح. كبير جدا وفي النهايه العلاقات سواء بين الاهلي والرجاء او مصر والمغرب اقوى بكثير جدا من ماتش كوره ومن بطوله كره قدم. بس قبل ما ادخل في التفاصيل معاك ونتكلم كوره بقى ونشوف يعني ازاي شايف مواجهه الجمعه دي، عايز اقف معاك مع ملفين مهمين جدا. الملف الاول شاغل مصر كلها وشاغل العالم العربي يمكن، ووسائل الاعلام والصحف اتكلمت. وانا فاكر تاني يوم المباراه تحديدا في برنامجي هنا على شاشه الاهلي السادسه اتكلمت مع حضراتكم في النقطه دي، وقلت لكم على فكره من باب الدفاع عن الحق يعني هو حق اصيل للمصريين، وخصوصا ان احنا اتكوينا بالنار دي قبل كده امام زيمبابوي في ظل الحالات الخروج عن النص الممنهجه والمتعمده، السيناريو اللي احنا واجهناه في السنغال تحديدا. انا قلت لحضراتكم هنا انه من الواضح جدا جدا لاي محلل بسيط جدا انه مش وليد اللحظه، مش وليد الصدفه، بل انه سيناريو ممنهج ومحطوط من قبل المباراه وتم الاعداد ليه والتمويل ليه بشكل كبير جدا. وعلى هذا الاساس طالبت انه من حق مصر جدا انها تعيد المباراه. وده الملف اللي تم تداوله بعد كده لفترات طويله جدا، وسمعنا تصريحات وسمعنا ملف تقدم من اتحاد الكره المصري الاتحاد الدولي. خليني اقول لحضراتكم وادخل في الموضوع واقول لكم ايه الجديد. بكره ان شاء الله هو مش ملف واحد، مش ملف في مصر والسنغال فقط، لكن ملف لاربع ماتشات حصل فيهم مشكلات وتقدمت فيهم طلبات للاتحاد الدولي لكره القدم باعاده المباريات في المرحله الاخيره او المواجهه الاخيره في تصفيات كاس العالم 2022. بكره ان شاء الله باذن الله، بكره الخميس، الاربع ملفات دول من ضمنهم على مستوى قاره افريقيا مباراتين. المباراه الاولى اللي تخصنا دي اللي جمعت بين مصر والسنغال، والمباراه الثانيه اللي جمعت بين الاشقاء الجزائريين ومنتخب الكاميرون، واعتقد كان برضو فيها مشكلات وازمات مرتبطه اكتر بالناحيه
التحكيميه، فاتحدد ليهم بكره ان شاء الله باذن الله. حددت لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي برئاسه الكولومبي جورج بالاسيو عشان يدرسوا الاربع ملفات ويقرروا ما اذا هتم او هيكون في قرار باعاده الماتشات ام لا. فالنتيجه هتكون واضحه بكره. أنا ما بحبش أقرأ الانطباعات وما بحبش أقرأ التسريبات، أنا بحب جدا جدا ويعني أعتقد يتفق معايا كل العاملين في مجال الإعلام دايما إن إحنا بناخد دايما مش بالمقدمات لكن بعض التكهنات والتسريبات بتقول إنه الاحتمال الأغلب إنه يتم إعادة المباراة. تتوقع إنه يتم إعادة المباراة؟ ولو أعيدت شايف إزاي فرصنا في إن إحنا يعني مش عايز أسبق الأحداث طبعا لكن خليني آخد رأيك، يعني شايف إزاي ممكن تكون الفرصة لو أعيدت المواجهة مرة تانية؟ وبالمناسبة أشرف خليني أقول برضو إنه لو تم أو صدر قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة هتكون على ملعب محايد، يعني المباراة دي مش هتلعب في السنغال، أغلب الظن هتكون في قطر الدولة اللي هتستضيف المونديال وغالبا هتكون بدون جمهور. طب هو الأهم مستر كروش يرجع لو لا يبقى كده تمام، دي قصة تانية بقى، تدخلنا في متاهات كده. لا أعتقد خلاص كروش فصل وانتهى صفحة وانتهى ده أكيد بالنسبة للكرة المصرية. ده أكيد. شوف يعني بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم شايف إنه صعب جدا إعادة اللقاء لأنه لجنة الانضباط يعني على مدار تاريخ لجنة الانضباط أعتقد ما تمش إعادة أي مباراة. دايما بتكون غرامات او نقل مباراه او مباراه من غير جمهور بتاع الطوبه ده لو كانش لجنه انضباط يعني كانت اعتقد المحكمه الرياضيه يمكن المحكمه الرياضيه بعد لسه 3 شهور الحكم في الموضوع ده ولكن بكره لجنه انضباط هتدي اعتقد مش قرار ممكن يكون لو قرار نهائي خلاص بعدم اعاده المباراه او هتترك الموضوع للمحكمه الرياضيه بعد لسه 2 أو 3 شهور ولكن انا شايف الظروف صعبه لانه يعني صحيح كان في ظروف صعبة كان في يافطات مسيئة أو عدم تأمين بشكل كبير الليزر زيادة شوية حتى يعني الملف بتاعنا الليزر بزيادة ده صحيح يعني كان زيادة يعني كتير يعني دي خطة واضحة الصحف العالمية اتكلمت عنه بشكل كبير ما كانش في تأمين بشكل كبير المعاملة بالمثل ده الملف اللي تقدم به الاتحاد المصري للجنة الانضباط ولكن أنا شايفها كلها يعني امور تعدي او حتى على يعني تقدير العقوبات ممكن تكون مجرد غرامات ماليه مش اكتر يعني او جمهور او ولكن الظروف صعبه جدا جدا يعني ممكن اعاده مباراه لازم ظروف اصعب من كده نزول جمهور او تعدي على اللاعبين او الاجهزه الفنيه وده ما حصلش واعتقد ان ده في صعوبه جدا جدا لاعاده المباراه ولكن نتمنى طبعا اعاده المباراه واعاده الامل تاني لوجودنا في كاس العالم يعني. طيب قبل ما اروح للمو والراجل مكسر الدنيا امبارح في انجلترا مش امبارح بس الحقيقه بقاله فتره يعني فترات طويله يعني بقاله فتره لا انا بتكلم من بعد كاس افريقيا وعدم النجاح في الوصول لكاس العالم لانه الناس دست عليه شويه جداً. يعني فعارف معنويا عشان تعدي الحته دي وانت بتتكلم برضو على منتخب بلدك مش بتتكلم على نادي انت بتتكلم على منتخب بلدك وتحاول تركز في مستويات يعني انت بتتكلم على شايفها اعلى يعني طبعا الدوري الانجليزي مستوى عالي جدا جدا يعني على يونايتد والسيتي ومش عارف ايه والسيتي ماتشين في اقل من شهر صحيح. فقبل ما اروح لمحمد صلاح بس عايز اقف مع رايك في المنتخب هل شايف انه بعد الخروج من تصفيات كاس العالم 2022 في حاجه بتقول ان احنا خدنا خطوات نصحح مسار ونبص على كاس العالم ال 26 ولا ده اوانه لسه ما جاش ولا احنا بنشتغل في تراك تاني مختلف؟ لا للاسف احنا اتكلمنا انا وانت هنا انه انت محتاج دايما عند كل اخفاق انك تبتدي بطريقه سليمه وده ما بيحصلش يعني ما حصلش على مدار تاريخ كل اللي انا اعتقد الاتحادات كلها في مصر ما بيفكروش يعني ما بيبقاش في خطه واضحه لمنتخب مصر او لمنتخبات السنين جايه مصر السنين جايه يعني في خطه دايما بتكون قصيره الاجل او المدى في خطه طويله الاجل شويه التخطيط ده محتاج شويه انك تقعد وتدرس الظروف اللي انت عشتها في السنين اللي فاتت نجحت ازاي خلي بالك احنا دايما بنتكلم عن ظروف نجاح منتخب مصر في الثلاث بطولات اللي حصلنا عليهم مع كابتن حسن شحاته والجيل الذهبي لمنتخب مصر
ظروف خاصه جدا جدا. حتى الجيل الذهبي ده ما وصلش كاس عالم. ما كانش كاس عالم مثلا يعني، ولكن على مستوى افريقيا حقق انجاز كبير جدا طبعا جداً. طبعا التوليفه اللي كانت موجوده وهذه المجموعه من اللاعبين مع كابتن حسن شحاته مع ظروف وهيئتها البلد تماما في هذه الفتره والدعم الكبير جدا جدا لكره القدم في الفتره دي. جمهور احمد انت متخيل، انت اكيد فاكر كويس جدا وكلنا ما حدش يقدر ينسى جيل العصر طبعا 6 و10 و8 و10 الدعم الكبير جدا جدا من الجمهور المصري والاعلام المصري ومجموعه اللاعبين الموجودين مع كابتن حسن. لا يعني هذه المجموعه او هذا التوقيت تحديدا وكل الظروف كانت مهيئه انك تحقق نجاح كبير جدا في افريقيا. ده مش متوفر دلوقتي بشكل كبير على مستوى كل الظروف. طيب الاتحاد المصري لكره القدم امتى يبتدي يصحح المسار؟ قلنا خطوات كتيره جدا لازم تتعمل، خاصه انك ابتديت تفصل شويه ما بين المجموعه اللي بتشتغل مع منتخبات مصر من طبعا من الناشئين للشباب للمنتخب الاول، وما بين رابطه دوري المحترفين خلاص المتخصصه في ده. يعني بقى عندك فرصه كبيره جدا جدا انك تركز تبتدي تشوف هتعمل ايه الفترات اللي جايه، هتخطط 4 5 سنين لمنتخبات مصر الفتره الجايه. اول حاجه كان لازم يكون في مدير فني للاتحاد، لازم مفيش خلاف ان اسم مستر فنجادا اسم كبير جدا جدا، ولكن ما اشتغلش واحد على 100 من مش على 10، واحد على 100 باخلاص وبتخطيط للاتحاد المصري والمدربين على مستوى المدربين وعلى مستوى اختياراتهم وعلى مستوى يعني انه يقدر يعمل لهم معايشات وشويه انه يجيب لهم محاضرات ومحاضرين من بره. ما حصلش الكلام ده كله، وعايز اقول لك انه في الفتره اللي تولى فيها مستر فنجادا اعتقد ما حصلش ولا مره دوره تدريبيه لمدربينا مثلا على مستوى المدربين في مصر. طيب انت محتاج مدير فني يقعد يخطط، ودايما انا بقول انا وانت متفقين على ده، انا ده انا وانت، انه افضل الناس لازم تشتغل في هذا القطاع. قطاع المدربين، قطاع الاجهزه الفنيه لقطاعات الناشئين، المسابقات عندنا في مصر مسابقات الناشئين ما بنشتغلش عليها تماما. طب انت لازم تشتغل من تحت عشان تقدر توصل في الخطه المستقبليه دي بعد 4 5 سنين يكون عندك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين ومن المدربين. طب خليني ألخص ده في سؤال تاني، محتاجين نبني جيل جديد طبعا ل 2026، يعني لو كان هدفنا من النهارده 2026 محتاجين نشتغل على جيل جديد، نبني فرقة جديدة لمنتخب مصر؟ منتخب مصر اوريدي معدل الأعمار فيه مش كبير، يعني احنا بنتكلم في 26 27 سنة أعتقد ومعانا بتتكلم على 26 يعني لو أنت بتتكلم على فريق هيوصل 26 هيبقى صلاح مثلا هيبقى عنده 33 سنة. ما تنساش ان انت عندك جيل تاني طالع اللي هو المنتخب الاولمبي، ودايما بنتكلم عنه انه لا عندنا في مجموعه مبشره جدا جدا ممكن الفترات اللي جايه تبقى موجوده مع منتخب مصر. انت محتاج فعلا انك تعمل جيل جديد واجيال جديده، لازم تشتغل صح احمد. عم بتكلم انا بكلمك على منتخبات الناشئين من تحت، انت لازم تشتغل معاهم بطريقه سليمه. محمد صلاح ما بقاش هذا النجم العالمي بهذه الشخصيه بهذه القوة وهذه القدرة إلا بالمعايشات اللي قدر يتعامل معها بره، مش بس شخصيته هنا، لا محاكاته بره وإصراره والناس هناك اشتغلت معاه بطريقة سليمة جدا جدا. صلاح طلع وهو صغير، يعني صلاح بنتكلم في قد إيه 10 سنين أعتقد ده بقى له 4 سنين تقريبا في ليفربول بس وقبليه روما وفيورنتينا وقبليه تشيلسي وقبليه بازل وروما، يعني بتتكلم في حوالي 8 سنين 9 سنين يعني بتتكلم في 9 10 سنين شكله شخصيه صلاح وشكله قد ايه بيتعامل بطريقه احترافيه جدا جدا. يعني صلاح ده لو كان اتاخر 4 5 سنين مستحيل طبعا خلاص الموضوع خلص. فانت لازم تشتغل من تحت، لازم تشتغل مدير فني الاتحاد يشتغل على كل قطاعات الناشئين. المدربين عندنا فيهم مشكله كبيره جدا جدا احمد، انه بتشتغل بطريقه خاطئه مع اولادنا، ودي عامله ازمه كبيره جدا في انه الولد لما بيوصل لسن 17 18 سنه خلاص تفكيره بيروح في منطقه بعيده جدا، ما بقاش فيه الالتزام وما بقاش فيه الطموح انه يحترف بره. لازم يكون في من رابطه دوري المحترفين، واتمنى ان كلامنا ده يوصل لهم، ان يكون في تحديد شويه ل المبالغ الماليه اللي بيتعقدها اللاعبين، لانه بيفقدهم الطموح. النهارده اللاعب بيوصل ل 22 23 سنه بيبقى معاه على الاقل 10 15 مليون جنيه، يعني ربنا يزيدهم، ولكن خلاص انا عايز ايه؟ عندي فلوس، عندي عربيه، عندي شقه، عندي 2 3، عندي خلاص اتجوزت عملت، فخلاص انت فقدت الطموح انك تبني
وانك هي عايز هي, 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 هي مش بس نواحي ماديه ولكن دي بالتاكيد بتاثر بشكل كبير هي جدا. هي المشكله في انه سقف طموحك يبقى الماده بس. يعني دي أزمة. ربنا ده مش في الرياضه بس، ده في كل حاجه. صحيح. لما ربنا بيديك موهبه معينه وبيميزك عن بقيه خلقه بالجفت دي او بالتالنت دي، المفروض انك انت يبقى واحد من طموحاتك انك انت تكبر الموهبه وتوصل بيها لاعلى مدى. كنت بترسم، كنت بتمثل، كنت بتغني، كنت بتلعب كوره، كنت بتلعب فولي، يعني ايا كانت نوع الموهبه. صحيح. مطلوب منك طبعا الماده حلم مشروع لاي انسان على وجه الارض. صحيح. وحلم اساسي جدا ومحدش يقدر يختلف في ده. لكن مع الماده في حاجات كتيره جدا، منها انك انت تحقق ذاتك او تثبت ذاتك او تنجح او يعني تبقى من المميزين يعني في الحته دي. صحيح. على مستوى الدنيا كلها. انا معاك ومتفق معاك تماما، بس مش كل العقليات. مش كل عقليات شبابنا كده. انا بزعل على مواهب كتير جدا جت في مصر هنا، كنت بشوفها تلعب في اكبر انديه العالم. صحيح. يعني ما عملتش ده او ما قدرتش تحقق ده. ولكن ما حدش يقدر ينكر ان كتر الفلوس في ايد ولادنا وشبابنا طبعا بيبوظ، بيفقدهم الطموح ده بنسبه كبيره جدا. طيب جدا تعالوا يعني نروح للطموح اللي بجد محمد صلاح اللي حقق الحقيقه، يعني اعتقد في سجلات تاريخ الكره المصريه ارقام هتبقى صعبه شويه على حد تاني ان هو يحققها. لكن نشوف انه يعني انا بيتهيألي ما فيش خبر تناولت فيه محمد صلاح الا ما كنت بتكلم على رقم جديد بيحققه. صحيح. ابو صلاح في الريكوردز يعني او في سجلات الكره العالميه. صلاح بعد ماتش امبارح، بعد مباراه امبارح اللي جمعت بين ليفربول والمان يونايتد، اصبح اول لاعب يسجل 5 اهداف خلال موسم واحد في مرمى مين؟ مش برايتون بقى ولا ليدز يونايتد ولا مش عارف، في مرمى المان يونايتد، ورفع رصيده في صداره الهدافين ل 22. وحط طبعا اللي ما شافش الماتش او ما يعرفش النتيجه، المباراه انتهت بعرض اكتر من رائع. كوره يعني ايه الجمال؟ ايه المتعه دي؟ هذه هي كره القدم، يعني هذه هي كره القدم. اللي ما شافش المباراه ارجوكم حاولوا تتفرجوا عليها او على الاقل تشوفوا السمري بتاع المباراه دي، لان الحقيقه ليفربول بشوف انه قدم واحده من اجمل ماتشاته قدام في الموسم ده قدام السيتي، والسيتي فرقه انا بشوفها افضل فرقه بتلعب كره في العالم، نجح انه يكسب ويسجل 3 اهداف، لكن ما قدمش المتعه دي زي ما قدم قدام المان يونايتد. وصلاح من ال4 اهداف اللي سجلهم ليفربول سجل هدفين، وصنع كمان اسيست للويس دياز في سجل بيه الهدف الاول لليفربول عشان يكون الاسيست رقم 12 ليه في الموسم ده، فارقام ما شاء الله طبعا قياسيه. وبكده بالهدفين كمان بتوع امبارح يبقى وصل للهدف التاسع في شباك مانشستر يونايتد عشان يعادل رقم حققه 3 من نجوم ليفربول طبعا السابقين، منهم ستيفن جيرارد نجم ليفربول التاريخي، جورج وال، وساندي تورنبول، واصبح واحد من الهدافين التاريخيين لليفر في مواجهه طبعا ديربي مانشستر يونايتد. وبقى كمان تاني لاعب يسجل ويصنع امام مانشستر يونايتد، الوحيد اللي كان عمل ده كان طبعا نجم الارسنال قبل كده والريال مسعود اوزيل، وعمل ده في موسم 2015 2016. صحيح. عايز استعرض معاك الصحافه يعني العالميه بتكتب العالميه رصد الانجليزيه والعالميه. صحيح. لان هم يعني هو طبعا الليفر كان مقدم مباراه مميزه جدا جدا، ولاول مره من اعتقد من بدايه الموسم يتصدر جدول الترتيب بعد الفوز اللي حققه امبارح، في انتظار طبعا مواجهه السيتي النهارده، اعتقد بيلعب مع برايتون. والسيتي متقدم لغايه دلوقتي، يعني لو فضل التقدم يستعيد الصداره، لكن في النهايه ما زالت المنافسه قويه جدا، وحتى لو السيتي كسب هيبقى الفارق نقطه واحده بينه وبين ليفربول. لكن امبارح ما تكلموش على الماتش قد ما اتكلموا على صلاح يا اشرف. يعني صلاح يعني في انجلترا خلاص اصبح ظاهره. ظاهره كبيره جدا جدا، يعني الناس بتحترم صلاح بشكل غير طبيعي. وهو بيقدم مستويات مميزه جدا، وصلاح كل ما بيقع نفسيا درجه لا بعدها مباراه تانية بتلاقيه رجع لمستوى افضل من مما كان عليه. ودي تصريحات كل التصريحات الاعلاميه والصحفيه اللي موجوده في انجلترا. هاخد معايا نجم من نجوم النادي الاهلي وواحد طبعا من اللعيبه اللي انا شخصيا كنت بحبهم جدا في الملعب وما زلت طبعا بحبهم، كابتن بدر رجب معانا من الامارات. مساء الخير يا كابتن بدر، وكل سنه وانت طيب. استاذ احمد كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وبمس على كابتن اشرف ممدوح بقول له كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليكم وعلى
الأمة العربية كلها. كابتن بدر وحشنا جدا جدا، كل سنة وأنت طيب. وكابتن بدر يعني طيب واحد من الناس حبيب. اللي بجد والله الواحد كان بيستمتع بأدائهم في الملعب طبعا. وأنا طبعا اتشرفت إن زميلته يعني يعني كنت يعني تخيل أنت مهاجم بتستمتع وبتتفرج على أداء لاعب زي طبعا. كابتن بدر رجب طبعا. يعني كل سنة وأنت طيب يا كابتن وعايزين نشوفك قريب إن شاء الله يا كابتن. يا رب إن شاء الله يجمعنا على خير إن شاء الله في مصر. مش ناوي تيجي مصر قريب يا كابتن بدر؟ ان شاء الله بامر الله في شهر 6 ان شاء الله نازل مصر ان شاء الله باذن الله. طبعا اكيد مفتقد رمضان في مصر، يعني مع كامل التقدير والاحترام للامارات شعب الامارات الشقيق، لكن برضه رمضان في مصر غير. مصر كل حاجه ليها طعم تاني يا استاذ احمد، ورمضان في مصر غير كل بلدان العالم، مش شرط هنا بس، غير كل بلدان العالم. صحيح. رمضان في مصر غير طبعا، يعني طبعا. اجواء وعيشه وحياه وروح وكل حاجه كويسه في مصر في رمضان وفي غير رمضان كمان، بس رمضان طبعا شهر كريم واحنا بنحب رمضان واحنا كمصريين بنستمتع برمضان في مصر. بس انت انا مفتقد ان انا الاستمتاع ده مش موجود، لكن ان شاء الله ننزل مصر ونستمتع بيها ان شاء الله. ان شاء الله بس وعد ان شاء الله اول ما تنزل مصر لازم تشرفنا هنا في قناه الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله اكيد، ده بيتي يسعدنا دايما اكيد، ده بيتي ان شاء الله باذن الله. ده بيتي يا استاذ احمد طبعا. انا طبعا. يعني ليا شرف ان انا ابقى موجود معاكم. شرفنا دايما، شرفنا كابتن بدر. خليني اسمع رايك عن مواجهه الجمعه المقبله، واخد رايك في ماتش اللي فات برضو، لانه فرقه الرجاء من الفرق اللي احنا قابلناها في مناسبتين مختلفتين بس الاثنين قريبين. شفنا الفرقه، عرفنا مصادر خطورتها، عرفنا نقاط ضعفها، شفنا الفوارق اللي ممكن تكون موجوده بين الاهلي وبين الرجاء. انطباعاتك عن مباراة الجمعة اللي جاية، وازاي شفت ماتش السبت مواجهة الذهاب في القاهرة؟ لا احنا اضعنا فوز كبير في مباراة القاهرة يوم السبت. اضعنا فوز كبير جدا وسهل جدا. الاهلي تحكم في المباراة وسيطر عليها من بدايتها لغاية نهايتها. الهدف اللي دخل فينا افسد علينا فرحتنا، لان كنا ممكن نكسب المباراه دي من 4-5. الاهلي ادى احسن مباراه السنه دي ليه في البطوله الافريقيه، متفق معايا، وتسيد المباراه وكان هو الاخطر طول المباراه، اللهم الا بس الغلطه بتاعت الجون اللي دخلت فينا. لكن انا عندي ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني اللي موجود. لكن خلينا اقول لك ان المباراه هتبقى صعبه جدا، عصبيه جدا بسبب الجمهور المغربي. صحيح. وهم حماسيين جدا وعندهم شغف وحب للكوره كبير جدا وحب لفرقتهم. لكن النادي الاهلي يمتلك خبرات كبيره جدا في التعامل في البطوله الافريقيه. المباراه هتبقى صعبه على الفرقتين، مش على النادي الاهلي بس، على الرجاء كمان، لان على الرجاء ان يعي ويستوعب ان هو هيلاعب بطل افريقيا وهيلاعب فرقه ليها تقل في افريقيا. النادي الاهلي طول عمره بيظهر في الازمات، يعني احنا عمرنا ما لعبنا مباراه سهله وطول عمرنا بنتحط تحت ضغط، والحمد لله بنعدي الضغوط دي وبنعمل نتائج كويسه. فانا مش قلقان على النادي الاهلي قد ما قلقان من الجماهير المغربيه. ايه الحاجات اللي تراهن عليها في مواجهه الجمعه اللي جايه؟ يعني انا كنت بتكلم في الاول انه في كفه الاهلي فكره انك انت بتلعب مباراه باريحيه، انت مش مطلوب منك قد ما هو مطلوب من الرجاء، الرجاء مطلوب منه ان هو يسجل. الفوارق الفنيه بانت في المواجهتين الاخيرتين سواء سوبر افريقيا او كوره، يعني بتكلم على قدرات اللعيبه والناحيه الجماعيه. فبالتالي ايه اللي انت تراهن عليه في ماتش الجمعه كابتن بدر؟ احنا قدراتنا الفنيه اعلى بكثير بصراحه. يعني عشان ابقى حقاني يعني، وده مش تحيز للنادي الاهلي بقد ما احنا ظهرنا في المباراتين الاخيرين معاهم بالذات. الفريق المغربي ما كانش يعني ند للنادي الاهلي في المباراه بتاعت مصر، وقبل كده برده ما كانش ند للنادي الاهلي. لكن المباراه دي انا براهن على التوازن اللي هيبقى موجود واللي هيعمله موسوماني ما بين الدفاع والهجوم في النادي الاهلي. هيلعب مباراه متزنه، مش هيبقى عنده صربعه، انما الفريق المغربي هيبقى عنده صربعه. في فرق بين السرعه والصربعه، فهم هيبقى عندهم صربعه بسبب الضغوط اللي هتبقى عليهم الجماهير، عشان هو عايز يسجل بدري عشان يضمن الماتش ويسيطر عليه. فاعتقد ان النادي الاهلي هيتعامل بهدوء جدا في المباراه. عندنا خبرات كبيره جدا في التعامل في المباريات الصعبه اللي زي دي. ما عنديش اي شك ان احنا عندنا ابطال يقدروا يشرفوا الكره المصريه ويشرفوا نادينا النادي الاهلي. فبالتالي المباراه مش سهله زي ما في المغرب متوقعين. النادي الاهلي خصم عليك جدا لاي فريق، مش في افريقيا بس، في العالم. واحنا لعبنا قبل كده مع بايرن ميونخ وكنا ند، وما كناش يعني الناس فكرت ان احنا ضعاف وخسرنا نتيجه مش كبيره يعني. بالتالي النادي الاهلي ان شاء الله المباراه دي ان شاء الله يعدي الدور ده،
ونوصل للبطوله الافريقيه المحببه لدى لعيبه النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش قلقان بصراحه، ان شاء الله. أنا عندي ثقه كبيره جدا في لعيبتنا وفي جهازنا الفني، واعتقد ان كل مصر بما فيها جماهير هتساند النادي الاهلي، وده الطبيعي. احنا كمصريين بنساند الممثل الوحيد في افريقيا الا وهو النادي الاهلي، وان شاء الله احنا متعودين على ان النادي الاهلي بيشرفنا في كل المحافل، وده مش جديد عنا. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي طبعا، وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. من لعيبه مميزه جدا كابتن بدر، من لعيبه يعني ممتعه، كان معلم الحقيقه في نص الملعب يعني، تستمتع بادائه في الملعب يعني. لا طبعا كابتن بدر عنده حق طبعا، لانه في المباراه في الملعب يعني لاعبتنا بالتاكيد عليهم دور كبير جدا جدا. الحمد لله امتلكنا خبرات كبيره جدا الفترات اللي فاتت، كنا متخوفين على لعبتنا في اول بطوله لو فاكر. أيوه. شاركوا يعني شاركوا فيها، كان في مجموعه كبيره لسه ما شاركتش افريقيا. احنا دايما يعني انطباعي هتكلم على الجيل ده، اتفضل. مش بتكلم مش يعني دي مش سمه النادي الاهلي كنادي اهلي، لكن ده دي سمه الجيل ده بحكم حاجات كتير قوي بشوفهم. مش عايز اقول مظلومين فيها، لكن هي وانت لعيب كوره وفاهم يعني ايه تلعب ماتشات مهمه وماتشات بطولات على مدار 3 مواسم من غير جمهور. صحيح. الفرقه دي بتكسب بطولات من غير جمهور نادي الاهلي ما يكون حد معاه في استاد، بالكتير قوي بيشجعها على السوشيال ميديا. صحيح. او يعني صوته واصل عن طريق الميديا. بتلعب كم كبير جدا من البطولات يمكن على مدار التاريخ كله من اول ما النادي بدا لغايه النهارده، ما تهيأليش انه فرقه النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم لعب هذا الكم من المباريات والبطولات في خلال الفتره الزمنيه دي، وده اعتقد كان واحده من يعني من مزايا القسوه الشديده دي طبعا على 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 لعيب الكوره. مش بيشارك بس بيحقق كمان، وبيحقق نتائج كبيره جدا يعني. فبالتالي الظروف دي خلتني اقول، وده كان سؤالي بقى، انه الجيل ده اتعودت منه انه ما بيلعبش في افريقيا الا بعد يعني بعد دور المجموعات. ده صحيح يعني، فاهم قصدي؟ يعني الاهلي ما بيظهرش بشخصيته الحقيقيه وما يبانش كوره الاهلي، وبالتالي ده واضح جدا في ماتش الرجاء. سيبك من السكور، انا بتكلم على الكوره والاداء والمستوى. الاداء صحيح، الاداء فرق كتير جدا عن دور المجموعات، تحديدا اول 25 دقيقه النادي الاهلي بشكل مختلف تماما خططيا وتكتيكيا، والضغط العالي من فوق، التحرك في جميع مساحات الملعب بالاختراقات سواء من العمق او من الاطراف. لا شفنا 25 دقيقه النادي الاهلي مختلف تماما تماما عن دور المجموعات، دور المجموعات. عن 6 ماتشات بتوع دور المجموعات. وكمان عملت التارجت اللي كنا بنقول عليه انك تقدر تحرز هدف واثنين وتخطف المباراه بدري من هتفتح بقى. يعني بقى عدم توفيق وسنه شويه عدم تركيز بتدي طبعا النتائج السلبيه دي، ولكن انا شايفها على المستوى المباراه. لا انا شايف نتيجه ايجابيه، انت قدرت تحرز هدفين هنا، صحيح دخل مرمانا هدف، ولكن انت قدرت تحرز هدفين، كان ممكن تحرز 3 4 اهداف تاني. خلي بالك على مستوى الاستحواذ ومستوى الاهداف ومستوى الفرص اللي ضاعت، مستوى حتى الضربات الركنيه والضربات الثابته، النادي الاهلي متفوق بفرق كبير جدا عن الرجاء. حتى التسديد على المرمى انت مسدد تقريبا 26 او 27 كره على المرمى، منهم 11 كره على يعني في الاحصائيات 11 كره على المرمى مقابل تقريبا كورتين بس. هم راحوا يعني تقريبا يعني واحده والاثنين كانوا في منتهى الخطوره. صحيح. وده برده يعني بيتهيألي واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها جدا جدا, جدا, جدا لانه لازم نتكلم ده فنيا. راح بكره سجل وراح بكره الشناوي شالها. لا يعني انت يعني شكل واداء للنادي الاهلي في المباراه دي طمنا بشكل كبير جدا. انت محتاج هناك تعمل ايه؟ بالتاكيد الـ يعني اتمنى اننا التشكيل يكون فيه شويه لاعبين يقدروا يسيطروا ويعملوا الاستحواذ في وسط الملعب شويه. أيوه. فريق الرجاء عنده سرعات وعنده 2 لاعبين يعني عنده احداد وعنده محسن متولي ومعاهم زريده، الثلاثه عندهم سرعات انا شايف ان هم مزعجين جدا. وبيقدروا يوصلوا، عندهم الخبره ان هم يقدروا يوصلوا المرمانة يعني مش بسهوله ولكن بيقدروا يوصلوا، ودي مشكله كبيره جدا. لازم تستحوذ، هيبقى في تسرع كبير جدا زي ما قال كابتن بدر، السربعه دي اعتقد عندهم ضغط الجماهيري هيكون كبير جدا جدا، وبالتالي هيكون في سربعه كبيره جدا. تخيل هنا في مصر في مباراتهم معانا بعد ما احرزنا الهدفين ورحنا ب3 4 كرات تاني، اعتقد ان هم كانوا في سربعه كبيره جدا جدا منهم ان هم يروحوا يخلصوا الـ 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 الهدف ده.
تخيل هناك هيكون ال داخل الملعب عامل ازاي بالضغط الجماهير الكبير جدا عليهم، هيكون في تسرع، هيكون في صربعه كبيره جدا، انت محتاج استحواذ في وسط الملعب، محتاج اللعيبه اللي تقدر توصل من الاقل فرصه وتقدر تسجل. التوفيق مهم جدا جدا طبعا. شفنا قد ايه وسط ملعبهم احمد عبد القادر تلعب بكل تقريبا وسط ملعبهم بسهوله جدا جدا. اقصد ان اللاعب الناحيه النواحي الفرديه كمان او المهاره الفرديه هتفرق كتير جدا جدا في المرور والوصول لمرمى الرجاء. اربع او خمس كرات احمد عبد القادر عدى منهم بسهوله جدا جدا وقدر يوصل فرقتنا. الاختراقات من العمق اعتقد انها هتفرق كتير جدا في المباراه دي، لان عندهم عدم الرقابه مش مميزه، الرقابه عندهم بعيده شويه. التمركز في خطا كبير جدا جدا، وشفنا الفرص اللي ضاعت مننا. محمد شريف كان فاضي تماما لو فاكر في الكره اللي لعبها بدماغه، وده جوه منطقه الجزاء يعني جوه الستة. مفيش رقابه ومفيش تمركز سليم، وبالتالي حتى الكرات العرضيه فيها عندهم مشكله كبيره جدا. محتاج التوفيق، محتاج بس ان لعبتنا تركز بشكل كبير جدا، محتاج انك تملى وسط الملعب شويه عشان الاستحواذ، وده يعني اعتقد انه هيبقى في ضغط كبير جدا 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 من الجماهير عليهم لو قدرنا نستحوذ في وسط الملعب. وما نستعجلش طبعا انك تحرز هدف، ولكن انت محتاج انك تستحوذ وانك تضغط شويه عليهم عشان نلعب للتعادل او انك تخرج بنتيجه المباراه دي. بالعكس النادي الاهلي لما بيضغط على الفريق المنافس بيدي إيحاء كبير جدا جدا، وبيدي نتيجة إيجابية جدا جدا، بتقدر تحرز أهداف، وكمان بتخليهم يتراجعوا بشكل كبير لوسط ملعبهم. أتمنى أن طبعا مستر موسيماني يكون مجهز، وأعتقد أنه مجهز ده بشكل كبير جدا. أتمنى مشاركة حمدي فتحي مع ديانج ومع السلية في وسط الملعب، لأن ده هيدينا استحواذ طبعا طبعا هيدينا استحواذ، وهيدينا أنه شوية محسن متولي وزريدة كانوا شويه في تحرر شويه في وسط الملعب المباراه اللي فاتت نتيجه ان السوليه كان بيزيد بشكل كبير، ديانج بس اللي كان في وسط الملعب، وبالتالي كان في شويه يعني مساحات ليهم انهم يقدروا يلعبوا الهجمات المرتده. لما تقفل المساحات دي وتضيقها عليهم اعتقد ان فرقه الرجاء هتكون بعيده جدا جدا عن مستواها. مش عارف ليه وانا رايح دايما الماتش ده، يعني من ساعه ما ماتش السبت خلص لغايه ماتش الجمعه مسيطر عليا قوي سيناريو الاهلي والوداد في الـ في الـ في النجمه التاسعه. الماتش اللي انت عارف يعني برضو كنت شايل همه، انا دايما بحترم الكره المغربيه. صحيح. يعني دايما الفرق المغربيه حتى الفرق اللي ما هياش مصنفه، يعني عارف يعني انت في المشهد دلوقتي الوداد والرجاء، لكن حتى لو لعبت واجهت الجيش الملكي، نهضه بركان مؤخرا ابتدى يبقى موجود على الساحه، ببقى دايما يعني هم كرتهم حلوه، انا بستمتع بالكره المغربيه، كرة مغربية جميله، لكن يعني. لكن برضو خليني اقول لك انه الجيل ده والاجيال كلها اوقات كتير جدا الاهلي بيلعب بره ملعبه افضل ما او يقدم عرض بره ملعبه افضل من العرض اللي يقدمه هنا في القاهره. صحيح. او في برج العرب. صحيح. لو لاحظت كل تصريحاتنا او حتى تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، دي مش كوره بس يا اشرف، طبعا دي شخصيه النادي الاهلي، دي شخصيه، هي دي اللي بنتكلم عنها دايما، واللي عندنا دايما ثقه فيها، انه رجالتنا او رجال النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه لا شخصيه النادي الاهلي بتظهر. بنشوف لو مستوى اللاعبين 6 أو 5 من 10، لا في المباراه دي بيوصل ل 8 و9 من 10. بتفرق كتير جدا جدا شويه روح النادي الاهلي وروح فنانه النادي الاهلي، ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها، واللي دايما بنراهن عليها، لان فعلا في كل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها في النادي الاهلي، في كل المباريات الصعبه اللي وقعنا فيها زي مباراه الرجاء دي، رجالتنا اثبتوا ان هم قدها وقدها وقدود كمان، وان شاء الله هنخرج بنتيجه ايجابيه. انا عندي تفاؤل كبير جدا جدا احمد، يعني مش عارف ليه، ولكن عندي تفاؤل ان رجالتنا في الظروف الصعبه دي شخصيه النادي الاهلي بتظهر، والتفاني والروح الكبيره جدا لدى لاعبتنا، لا ان شاء الله هنخرج بنتيجه ايجابيه من اللقاء ده باذن الله. اسمح لي نستقبل واحد برده من نجوم النادي الاهلي وكان من الفراوده برده، يعني شقيق ملاعب بالنسبه لك كابتن اشرف، كابتن احمد كشري. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك، كل سنه وانت طيب. حبيبي ابو حميد كل سنه. اهلا بيك طبعا من المدربين المتالقين دلوقتي. كابتن اشرف ممدوح الهداف الكبير، حبيبي يا شيف، منور حبيبي يا كشري. انا كان لسه معايا من يومين،
يعني كنا بنتسحر سوا بنتسحر سوا يعني كشري. بص بعيدا عن الملعب بقى، يعني انا مش هتكلم عنه في الملعب لان كشري يعني واحد من نجوم طبعا مصر ومن النادي الاهلي وهداف كبير جدا جدا، ولكن على المستوى الشخصي كشري واحد من الناس المحترمه جدا جدا اللي تخرج بيهم من مجال الكوره. وانا بعتز جدا جدا بصداقته الحقيقه، والناس المظلومه جدا في عالم التدريب اللي اتمنى انه ياخد فرصه. انا لسه بقول والله طبعا لسه اتمنى انه ياخد فرصه طبعاً محترمه، لانه دايما بيتظلم مع فرق للاسف شويه يعني مع احترامنا ليهم بعيده شويه عن المنافسه او بعيده شويه دايما بتصارع على بس على فكره يعني دايما ظروفهم الماديه صعبه شويه. ما انا عارف بس على فكره الفرق اللي يمكن تكون ظروفها صعبه هي الاختبار الحقيقي اللي تبين معدن المدرب وقدرته انه يصنع الفارق، وبيثبت دايما ان هو مدرب مميز جدا جدا يعني. هنسيب لك المايك بقى يا كابتن احمد بعد الكلمتين الحلوين اللي قالهم كابتن اشرف دلوقتي. تستحقهم طبعا. تستحقهم والله يا كابتن احمد. لا كابتن اشرف ممدوح طبعا لعيب كبير وكان هداف كبير ويعني اخويا وصديقي، واحنا كنا بنلعب من يومين مش عايز اقول لك كانه لسه في الملعب قاعد يجيب جون كتير قوي بصراحه. كان حبيبي كابتن عبد الحليم علي يعني مجموعه محترمه. دي ماتشات اللي قبل الفطار على طول يا كابتن احمد. بعد الفطار. فطبعا انا سعيد ان انا معاك والله، ومعاك يعني شخصيه جميله كابتن اشرف وانت ابو حميد، ربنا يكرمك. الله يخليك كابتن احمد، الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب ورمضان كريم عليك يا رب. الكلام الجميل ده، وهو في مجالنا التدريبي كل تجربه يعني باخدها اكيد بكتسب منها خبرات وبتزيد لي حاجات كثيره، وان شاء الله باذن الله يعني الجاي يكون افضل فرصه تيجي ان شاء الله يا كابتن، وان شاء الله الدنيا تظبط الفتره الجايه باذن الله في فرقه تقدر تثبت فيها امكانياتك يعني. بص يا كابتن احمد، انت ابن حلال مصفي يعني. كابتن اشرف كان لسه بيكلم في نقطه مهمه جدا، ويعني وبمناسبه ان حضرتك موجود معانا خليني اخد رايك في ده. هو كان بيتكلم على دور اتحاد الكوره وعلى دور المدير الفني لاتحاد الكوره، انه يشتغل على الجيل الجديد من المدربين، يبقى فيه ورك شوبس، يبقى فيه معايشات بره مع انديه كبيره، يبقى فيه محاضرات هنا من مدربين واسماء كبار. وانت اعتقد واحد من الجيل الجديد الواعد اللي طالع بيقول ان مصر يعني عندها جيل جديد من المدربين ممكن ان احنا نراهن عليهم في السنين الجايه. ايه اللي انت محتاجه من الناس اللي يعني اللي عندها المسؤوليه او من منظومه اتحاد الكره في دعم المدربين المصريين الشباب قبل ما اتكلم على ماتش الاهلي والرجاء يعني؟ والله هو طبعا يعني المفروض يعني احنا طبعا مصر دوله كبيره جدا في كل حاجه يعني جميع المجالات، وخاصه في مجال كره القدم. أيوة. المفروض ان احنا اتحاد الكوره ان هو يطور من اداء المدربين، ان هو يبحث دايما على المدربين اللي عندهم تطور، وعصروا مدربين اجانب كتير. يمكن الجيل بتاعي اللي هو موجود دلوقتي في ناس كتير مدربين محترمه، ولازم يديهم الفرصه وما نقفلش على مجموعه مدربين معينين خدوا الفرص كتيره واتاحت لهم الفرص، فيهم اللي انجز وفيهم اللي ما حققش النتائج. فبالتالي لا، انت عندك النهارده صف كبير من المدربين اللي نجحوا لما دخلوا الدوري الممتاز ده، الكره اتطورت وبقت افضل في الدوري الممتاز، او كملوا اللي كملوا طبعا المدربين الكبار اللي قبلنا. فبالتالي احنا محتاجين من اتحاد الكوره ان هو يدي فرص للمدربين دول، بجانب ان هو يسكنهم بالدورات المتطوره، مش الدورات الداخليه، الدورات المتطوره اللي هي خارج مصر. يعني مثلا هديك مثال، مثلا اتفضل، مثلا واخد الدوره الايه، واخدها بقالي دلوقتي اكتر من داخل في 9 سنين او 10 سنين. فبالتالي انت محتاج بعد كده البرو مثلا، عايز دوره تدريبيه بره. انا اخر مره اخدت دوره تدريبيه كانت في السويد من سنتين على حسابي الشخصي، ورحت وعيشت مع فرق في السويد. فمحتاجين دي بجانب الفرصه، ادي الفرصه للمدربين. مش بتكلم عن نفسي، بتكلم على الجيل بتاعي. ادي فرصه للمدربين، في ناس كتير دارت في الدوري بشكل متميز وعندهم، وفي ميزه بتبقى للمدرب اللي قريب من اللعيبه سنا حتى، بيبقى فاهم دماغ اللعيب، يبقى عارف يوصل للعيب، يبقى بيعرف يتعامل معاه اكتر. فطبعا العالم كله النهارده كل المدربين اللي ماسكين فرق على اعلى مستوى في العالم كلهم شباب صغيرين. صحيح. بايرن ميونخ ماسكه مدرب عنده 37 سنه. جوارديولا درب برشلونه وهو لسه مبطل كوره. ايوه. النهارده شابي في اسبانيا مع برشلونه. باتريك فييرا ماسك فرقه مكسر الدنيا مع كريستال بالاس. روني عامل هو ولامبارد ماسكين اكبر فرقه. تشافي كشري، احنا بنتكلم في الجيل الجديد، يعني زي ما بيقول احمد الجيل الجديد وصل 50 سنه
يعني تخيل انت احنا خلاص داخلين في 50 سنه، فتخيل لما يبقى الجيل ده شباب كويس اتاخر جدا جدا يعني. يعني طبعا الجيل الوحيد اللي بيقول المكان الوحيد في مصر اللي بتقولوا عليه شباب في 50 سنه فهو جيل او معرفه مجال كره القدم. تمام، احنا لو احنا بنعتبرنا الشباب حلوه حلوه ملعوبه دي من كابتن اشرف ملعوبه لسه ما خدناش فرصتنا، فتخيل بقى يعني فرصه تتبنى ايه. طيب طبعا دي محتاجينها، وفي مجلس اداره دي محترم ان شاء الله باذن الله معاهم الامور تبقى افضل، ومصر ان شاء الله تروح لابعد ان شاء الله، بعد كده نمثل نوصل كاس عالم. لان دي انا شايف من وجهه نظري دي اقل حاجه، مصر كبيره جدا يعني، مصر رائده كره في افريقيا والوطن العربي، فبالتالي يعني ان شاء الله اللي جاي دي والله ده. لو انت عايز الحق يا كابتن احمد، مصر مش توصل كاس العالم، مصر تلعب في كاس العالم انها تكسب وتفوز ماتشات، عشان ما يبقاش يعني كل رصيدنا ان احنا بنحتفل بهدف هنا ولا هدف هناك، ولا يبقى مجرد الهدف بالنسبه لنا بس ان احنا بس نتاهل ونشارك في البطوله. خلينا ننقل معاك لملف الاهلي والرجا المغربي، ازاي شايف المباراه وازاي شايف المواجهه اللي جايه، مواجهه العنيفه طبعا مع الرجاء في ملعبه وفي وسط جمهوره وحط تحت جمهوره. انا الحاجه الوحيده اللي بشوفها بتصب في كفه الرجاء هي جمهوره اللي هيكون حاضر في الملعب. ازاي شايف المواجهه وازاي شايف فرص الاهلي في تحقيق النجم ال11 كابتن كوشري؟ والله طبعا هي المباراه اكيد مباراه مش هتبقى سهله، لان احنا صعبنا الامور هنا في القاهره بالهدف اللي دخل فينا، وكنا نقدر نخرج بنتيجه كبيره، لكن في المباريات الكبيره دي بيبان معدى الحقيقي للاعب مثل النادي الاهلي، او اللاعب اللي هو بيبقى قد المسؤوليه، وانا عارف ان لعيبه الاهلي قد المسؤوليه وقادرين على ان هم يكسبوا الرجاء هناك، وخاصه ان فريق الرجاء من الفرق المتميزه، لكن انا وجهه نظري ان هو مش الرجاء بتاع زمان برضه، لان من اميز اللعيبه اللي عندهم مش موجودين، اللي هو سفيان كان موجود معاهم، سفيان رحيمي يعني. سفيان رحيمي لعيب جامد مش موجود معاهم، ده كان اكتر لاعب عنده مهاره وسرعه في الكوره، لكن هم كتيم جماعي كويس، لكن لو بصيت لافراد لا افراد النادي الاهلي اقوى واحسن واسرع وافضل مهاريا، فبالتالي انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله، انا مش قلقان على النادي الاهلي، انا بس ممكن اقلق من ان اللعيبه ما بتبقاش في حالتها الفنيه. الحاله الفنيه هي اللي ممكن يعني تقلل الواحد، لكن طبعا مباراه زي دي مسؤوليه على اللعيبه رقم واحد، ولعيبه الاهلي عارفه هي بتلعب بالسنين، والنادي الاهلي البطولات اللي خدها كلها وقع في مواقف صعبه زي دي واصعب من دي، وقدر ان هو يتخطاها وياخد البطوله، والفريق اللي عايز ياخد بطوله اكيد هيواجه مباراه صعبه في الادوار النهائيه طبعا، والاهلي قد المسؤوليه، واحنا شفنا النادي الاهلي لما لعب مع الهلال السعودي اللي احنا بنقول اصعب فرقه في الوطن العربي، النادي الاهلي قدر ان هو يكسبه بنتيجه وسكور عالي وعمل اداء صحيح غير طبيعي، فاذا اللعيبه عندها وقادره وتقدر ان هي تاخد الامور بجديه، ولو لعبت بجديه زي مباراه الهلال اعتقد المباراه هتبقى سهله على النادي الاهلي، مش هتبقى صعبه، خاصه ان انت كسبان انت مش خسران، انت رايح عندك فرصتين من ثلاثه، عندك فرصه انك تتعادل، عندك فرصه انك تكسب، فبالتالي انت عندك فرصتين وعندك فرصه انك تخسر 3-2 يعني، لا قدر الله طبعا ما اتمناش خساره، بس اقصد اقول هناك الجمهور عليهم لعبت الاهلي تقدر على كده، بس هي دي صح يعني روشته للعيبه المهاجمين، ان المباراه دي مباراه يعني فرص، استغلال الفرص القليله يعني، ما فيش مجال لتضييع كتير او يعني ان انت تجيلك اكتر من فرصه وما تقدرش تستغلها، فانا شايف ان شاء الله باذن الله، وعارف متاكد ان النادي الاهلي كبير ولعبته لعيبه افضل لعيبه في الوطن العربي، افضل لعيبه في افريقيا، عنده من الخبرات من خط المرمى الشناوي لحد المهاجمين كلهم لعيبه دوليه، فبالتالي ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على انه يفوز في المباراه. وبالنسبه للكلام على الجمهور، هم طبعا جمهورهم شرس، لكن انت عندك جمهور اشرف منه جمهور النادي الاهلي طبعا، فلعيبه الاهلي واخده على انها تلعب تحت ضغوطات مع جمهور كبير، لعيب النادي الاهلي والكابتن اشرف طبعا كان نجم كبير في النادي الاهلي، عارف لما كنا بنلعب مع اي فريق ملعب كابتن الزمالك حتى لو ضدنا جمهورنا اقوى جمهور في الوطن العربي يا كشري، ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها يعني بالظبط، ولما بنلعب مع فرق خارجيه والملعب والاستاد الزميلي، لعيب النادي الاهلي لما بينزل بعد اول ما بيبدا المباراه ولا يعني مين في المدرج كام الف موجود، لان هو واخد على الضغوطات واخد على الجماهير صحيح، ان شاء الله اللعيبه هتتخطى وباذن الله يعني التشكيل يبقى مناسب، واعتقد ان الراجل لازم يكون متوازن يلعب بتوازن، لان زي ما بقول لك انا لسه هكلمك على ده كشري، انه يعني لو انت مكان مستر موسيماني
هتضغط من فوق ولا هتلعب بخطه متوازنه شويه؟ بدايه المباراه تكون عامله ازاي؟ انت عندك خبرات كبيره جدا الحقيقه كلاعب وكمدرب. والله يا كابتن اشرف انا من المدربين اللي دايما ببدا المباراه لازم ادي لعيبه الثقه واديهم الحماس ان هو يبدا مهاجم يبدا ضاغط على الاقل 10 دقائق لازم تخش في الجيم، لان في بدايه التحفظ والكلام ده اكيد هيبقى في تحفظ، لكن لازم تعدي اول 10 دقائق او ربع ساعه وانت تضغط على الخصم. لازم اضغط، لازم، لان انت كسبت الهلال السعودي ازاي يا اشرف؟ لما ضغطت عليه من فوق ما خليتوش يبدا هجمه، فضغطت جبت جونين. انت لو ضغطت على فرقه الرجاء هم عندهم مشكله كبيره، خط الظهر بتاعهم مع احترامي ليه يعني اقل خطوطه، فبالتالي انت لو كنت لسه بتكلم مع احمد فنيا ان خط الظهر عندهم الرقابه عندهم بعيده جدا والتمركز بعيد جدا، بدليل ان رحنا باكثر من اربع خمس فرص كان في كل لاعب فيهم، يعني شريف كان لوحده، اعتقد حسين الشحات كان لوحده، في فرصه لاحمد عبد القادر كان لوحده، فالرقابه بعيده شويه. أيوة. لا برافو عليك، هم عندهم مشكله في التمركز وعندهم بطء، ما عندهمش مرونه عاليه زي لعيبتنا اللي هم في الخط الامامي، فبالتالي انت كبدايه مباراه انا نازل النادي الاهلي لازم انزل اول 10 دقائق اعمل ضغط عالي عشان احكم المباراه واخلي المباراه تمشي زي ما انا عايز. والله لو انا ضاغط 10 دقائق وراكب الجيم اللعيبه بتاعتي تستنى، انا كمدرب اقول له خليك، بدل احنا راكبين الجيم كمل 10 دقايق بتدخل نفسك في الجيم. النادي الاهلي ما يبقاش رد فعل يا كابتن اشرف، صحيح صحيح، لازم يبقى هو اللي بادئ، هو اللي بادئ بالتسجيل، هو اللي بادئ بالضغط العالي، وخاصه قلنا عندهم مشكله في خط الضغط، وانت عندك لعيبه عندها سرعات، محمد شريف عندك. طب انا عايز استغل حاجه كابتن كشري، يعني او انت وكابتن اشرف موجودين معايا وانتوا اتنين فراوده يعني تقال. حارس مرمى الرجاء حارس مميز جدا، ده حقيقي، واعتقد كان سبب رئيسي في انه الرجاء يفلت من يعني من مواجهه القاهره من سكور تقيل، من هزيمه تقيله جدا. شايف ايه نقطه ضعفه؟ يعني 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 سيبك من فكره عدم التوفيق دي، لانه انا بيتهيألي احنا لو موفقين كنا جبنا على الاقل اربع خمس اجوان في الماتش ده، لكن شايف كل حارس مرمى وبالتاكيد انتوا فراوده بتعرفوا حارس المرمى اللي انتوا هتلعبوه نقطه ضعفه ايه؟ تسديد من بعيد، كور الارضيه، كور العاليه، كور العرضيات، انت من وجهه نظرك وانت بتشوف الماتش القاهره ايه نقاط ضعف في حارس مرمى الرجاء او الرجاء المغربي؟ حارس مرمى الرجاء، حارس مرمى الرجاء حارس متميز تحت العارضه، يعني الحاجات اللي فيها رد فعل سريع هو كويس فيها تحت العارضه، لكن الحاجات اللي فيها عرضيات او تمركزات هو قليل فيها، بدليل ان هم قبل ما يلعبوا الاهلي بحوالي 3 4 ايام كانوا بيلعبوا ماتش عندهم في الدوري وفي الكاس وكسبوا 3-2 بالعافيه، دخل فيه هدفين كان هو احد اسباب الاهداف اللي دخلت فيه، كان الحارس هو احنا هو كان موفق في مباراه القاهره، لكن كحارس حارس جيد وحارس كويس، لكن عنده اخطاء في الكور العرضيه ما بيطلعش تايم ماسك، تمركزاته مش كويسه، الحاجات اللي هي بيخرج فيها، لكن هو تحت العارضه كويس، رد الفعل بتاعه كويس، صحيح. فبالتالي انت كلاعب كمهاجم لازم تشتغل على حارس المرمى ان انت تشتغل عليه الحاجات اللي هي بتجيلك، ودي كان متميز فيها الكابتن اشرف، الحاجات اللي هي عرضيات اللي هي وان تاتش، الحاجات دي بتفرق جدا ان انت تحطها حارس المرمى بتبقى صعبه عليه الحاجات اللي هي البعيده شويه، لكن الحاجات المواجهه للانفراد الحاجات اللي تحت الخشب متميز فيها، أيوة. متميز فيها، وده طبيعي لانه بيلعب في نادي كبير برضه يعني اكيد طبعا اكيد اكيد متفق طبعا معاك شريف جدا، يا ريت التشكيل بتاعنا يبقى متوازن، واعتقد الراجل ان هو هيعمل كده، وممكن الكابتن اشرف كان بيتكلم معاك يعني وجهه نظري لو تسمح لي اقول مثلا يعني ممكن هو يكون بيفكر في ايه موسيماني، هو ممكن يفكر ان هو يلعب بثلاثه سنتر في المباراه دي، وده طبيعي انت بتلعب مباراه عايز تخرج بيها بالنتيجه اللي تناسبك انت، تعادل او تكسب المباراه، فبالتالي انا وجهه نظري ان 4-3-3 للنادي الاهلي هتبقى مناسبه في المباراه دي، خاصة ان انت عندك في الخط يعني انت في نص لو قلنا تشكيل محمد طب شريف. طب خلينا سيبك من الاربعه ثلاثه وخلينا في الثلاثه الاخرانيين، لانه الاولانيين دول احنا متفقين عليهم، لكن الثلاثه الاخرانيين دول تلعب بمين يا كابتن كشري؟ الفراوده؟ انا وجهه نظري احمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف يا بيرسي تاو. يا محمد شريف يا بيرسي تاو. يا بيرسي تاو على فكره مميز جدا لما بقى بيلعب فيرو، لما بيلعب فيرو رغم ان هو مش مهاجم بس بيتحرك كويس قوي. محمد شريف عنده بس مشكله واحده اتمنى ان هو ياخد باله منها، ان هو دايما بيقع في الاوفسايد، بيعتمد على سرعاته. اللعيب السريع
لازم التايمنج بتاعه يبقى مظبوط مع اللاعب اللي بيطلع كره من رجليه. صحيح. فانت عايز سرعات، عايز تخطفهم اكيد. هو الراجل برده مستمعنا هيفكر ان محمد شريف عنده سرعات، ممكن ان هو عايز يضربهم في الخلف، لان طبعا اكيد هيهاجموا لان عايزين يكسبوا. ايوه، ففي بقى في مساحات ورا ممكن شريف يشتغل عليها. يعني انا عجبني اداره التوفيق لما بيخش في العمق، كان كويس جدا، بيتحرك كويس، بيسند على الناس كويس، بيوصل للجون. ومحمد شريف طبعا كمهاجم عنده سرعات. صحيح. فهو ممكن يفكر ان شريف يبدا عشان سرعات شريف، وبرده راجل هداف، اتمنى ان هو يبقى موفق. لكن الثلاثه دول او الاربعه دول، اي ثلاثه منهم بس هم الاقرب. حسين الشحات لعيب كبير برده، حسين الشحات من اللعيبه اللي بتقف على الكوره يا اشرف. صحيح، متفق معاك جدا طبعا. بيعرف يجيب جول، بيعرف يوصلك للجول، وانت محتاج خبرات كبيره جدا في المباراه دي يعني. مختلف عن احمد عبد القادر اللي عنده مهاره بالكوره بالسرعه، فالاثنين مختلفين. مع لو حطيت بيرستاو او محمد شريف اعتقد هيبقوا متوازنين. وطبعا قفشه لعيب كبير، لكن المباراه محتاجه الاول من نص ملعبي، والشوط الثاني هيبقى عندي لعيبه كتير كويسه. صحيح. عندي قفشه، عندي حسام حسن ممكن استخدمه في مباراه زي دي، لان انت المباراه دي هتبقى عايز توصل بكوره عرضيه، عايز تعمل برضه تشكل عليهم خطوره، ممكن تستغله في الاخر، تفكر بيه في محمد الطاهر او طاهر. محمد عنده مميزات السرعه. تقدر تشتغل معاه الشوط الثاني. فاعتقد ان شاء الله باذن الله يعني موسيماني هيختار التشكيل المناسب. ان شاء الله نورت الدنيا. كل سنه وانت طيب مره ثانيه كابتن احمد كوشك. شكرا جزيلا، بشكرك. ناس عندك دايما. طيب كابتن كوشك، طيب متفق مع كابتن كوشك في ثلاثي خط الهجوم؟ متفق معاه. يعني شوف حسين شحات، انا عندي سؤال اصلا في حته الفروه دي، بس هجيلك بعد ما اسمع الثلاثي. لا انا يعني هختلف معاه بس في بدايه بيرستاو. انا عايز بيرستاو يبتدي. ليه؟ لاسباب تانية كتيره جدا. بيرستاو مكان الشحات ولا مكانش؟ مكان الشحات. لاسباب. اولا الرجاء هيكون مستعجل جدا في انه يحرز هدف، او الضغط الجماهيري يخليه شويه في حماس كبير جدا. عندهم خبرات كبيره، ولكن الضغط الكبير جدا من الجمهور المغربي او جماهير الرجاء هتخليهم شويه متسارعين، هيخلي عندهم اخطاء، وفيكون في مساحات على الحته دي. مساحات كبيره جدا ورا. بيرستاو عنده السرعه ان هو مركز، يعني الناس شايفه صحيح انه ضيع اهداف كتير المباراه. لا انا هو ده السؤال اللي كنت عايز اسالك. الناس شايفه او يعني ولكن كتير من الناس راح. وشريف راح. وشريف راح. يعني الكره اللي انت الهاد اللي اتلعب اللي انت قلت عليه من 6 يارد ده فرصه مؤكده طبعا. والكره بتاعت البنالتي بتاعت سولية اساسها انفراد لمحمد شريف. صحيح. وما جابهاش. السؤال بقى اللي كنت عايز اساله لك انه يبدو ان شريف وبيرستاو الاثنين مشتركين في النقطه دي، هم بقى اللي متسربعين على راي كابتن بدر. في حته تسرع عندهم، عايزين يجيبوا جون. احساس طبعا. احساس اللاعب احيانا انه فرقته محتاجه احراز اهداف وبشكل قوي جدا. احيانا بيدي لك تسرع. يعني دي بتدي شويه او بتفرق شويه في الخبره. يعني عندنا نماذج كتيره طبعا، ولكن هذكر النموذج القريب شويه، عماد متعب مثلا. واحد من الناس اللي كان عندهم خبرات كبيره جدا في ده. مفيش تسرع، في هدوء كبير جدا. عماد لو قعد 3 4 ماتشات ما بيجيبش جوان، ما بتحسوش متسرع. انا هوديك لماتش الرجا. هوديك لماتش الرجا في قطر، في الدوحه، في 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 في, في مباراه بتنتهي والاهلي مغلوب 1-0. صحيح. ومش محتاج جون، ده انت ميت على جون. طب والكره اللي اتلعبت اللي جاب منها طاهر الجون، بص بيرستاو عمل فيها ايه. يعني بشوف ان نص الجون بتاع طاهر ده بيرستاو. التمويل. صحيح. اي لعيب مكان بيرستاو في ظل التسرع والرغبه في عايزين نحط. صحيح. هيروح ويحط الكره على طول رغم انها صعبه والجون قافل. لكن الراجل عمل التمويه ورجعها، ده منتهى البرود. صحيح. وهدوء الاعصاب. لا يعني شايف ان بيرستاو افضل كبدايه، عنده سرعات وعنده اختراقات، وممكن بيلعب على الطرف شويه، بيخترق لجوه، بيصوب بشكل جيد. حسين الشحات هتحتاجه في توقيت مهم جدا في المباراه، لان حسين عنده خبرات كبيره جدا، ومحتاجه في توقيته ان يعني يمسك الكره في وسط الملعب شويه. عنده اختراقات وعنده كرات عرضيه هتحتاجه في توقيت معين من المباراه. ولكن انت في بدايه المباراه محتاج شويه، انك ممكن ان شاء الله مع ضغط الجماهير على فريق الرجاء، مع التسرع الكبير جدا في بدايه اللقاء، ممكن يكون عندهم مساحات تقدر تخطف بيها هدف.
ينهي المباراه. انا شايف ان خطفنا هدف في بدايه المباراه خلاص. ان شاء الله ممكن ينهي المباراه بشكل كبير جدا السيناريو. جدا او يسهل السيناريو بشكل كبير جدا. يعني كل التوفيق. اهم حاجه زي ما اتفقت انا وكابتن بدر وكابتن كوشري، واعتقد انت متفق معانا احمد، انه حاله اللاعبين في المباراه دي في بدايتها هتفرق كتير جدا جدا في اليوم ده. يعني في اوقات بتحس انك بتعمل كل حاجه مفيش توفيق، وفي اوقات انت بعيد تماما توفيق نفسه معاك في الملعب والتوفيق فاتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون موجود، وان شاء الله حاله لعبتها تكون جيده باذن الله. ان شاء الله. عجبني قوي كمان حاله الدعم، يعني الناس ممكن تبقى مش مبسوطه من السكور بتاع المباراه، كانت نفسها في سكور يطمنها اكتر، واحنا الحقيقه المستوى المردود اللي قدمناه في الماتش كان يسمح لنا ان احنا نعمل الهيفي سكور على الرجا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن اللي عجبني اكتر انه رغم الحزن على السكور ده او الزعل من النتيجه بتاعه المباراه، انه الجمهور ما بطلش دعم على مدار الاسبوع وعلى كل الصفحات، وكل ما بتقابل الاهلاويه كلهم ثقه وكلهم بيدعموا الفريق بشكل كبير جدا. واحنا كمان الحقيقه كان مهم جدا نسمع راي الناس وكمان نسمع رسالتهم لنجوم النادي الاهلي قبل ما يواجهوا الرجاء في دور ربع النهائي في بطوله دوري الابطال. فتعالوا نشوف كده ونتابع معاكم جماهير الاهلي قالت ايه، وايه هي الرساله اللي وجهتها لنجوم فريقهم قبل المواجهه المنتظره والمهمه. نشوف ونرجع لكابتن اشرف ممدوح مره ثانيه. انا بتمنى لهم ان هم يفرحوا كل جمهور الاهلي، لان انت عارف جمهور الاهلي يعني نفسه يفرح، لان هم عودونا على الفرح. الثبات الانفعالي هيفرق كتير. سيبنا بقى من الاعلام والصحافه، لان في ناس هوايتها ان هي تثير الفتن، فان شاء الله ربنا هيكرمهم ان شاء الله ويرجعوا منصورين زي ما عودونا. احنا بنشجع اللعيبه كلها في ظهرهم ونساندهم، وان شاء الله يجيبوا لنا البطوله، بس هم يحتاجوا شويه تركيز ويخطفوا جون، وان شاء الله نعدي من المرحله دي ونخش المرحله اللي بعدها ان شاء الله. احنا بنتمنى كده باذنك يا رب، يعني ان الاهلي يرجع منصور يعني زي ما عودنا يعني، والاهلي بتاع المواقف الصعبه. بنتمنى ان اللعيبه بكره يقدموا مستوى يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم مصر، وان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. عندنا ثقه كبيره جدا جدا في رجالتنا ولاعيبتنا والجهاز بتاعنا، ان شاء الله نرجع منصورين مجبورين الخاطر باذن الله. اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي رجاله، وفي المواقف الشديده بيظهر معادنها. الادوار النهائيه دي بتاعتنا مش يعني الحمد لله رب العالمين، بنلاقي في كبوه وبعد كده نلاقينا في طفره، ويعني بسم الله ما شاء الله، لا اللي جاي افضل باذن الله. ان شاء الله موفقين، هيرجعوا لنا موفقين، هم مؤسسه وفريق دايما متعاون وفريق ناجح والحمد لله، وفي كل الصفات اللي هي تؤهله، وعنده يعني كل الصفات اللي هي تؤهله ان هو الفوز ان شاء الله. طيب خليني اروح مع حضراتكم للمغرب مره ثانيه. هيكون معانا معالي السفير المصري طبعا في المغرب، السفير المصري ياسر مصطفى عثمان. اهلا بيك سيادة السفير، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه طيبين. يعني لقاء بيجمع بين اشقاء، اعتقد مساحه المنافسه بينهم كبيره، ولكن تظل الحقيقه في اطار من الموده ومن الاحترام ومن الاخاء، وده اللي احنا شفناه الحقيقه من اللحظه الاولى اللي وصلت فيها بعثه النادي الاهلي وفريق الكره النادي الاهلي للمغرب. ده صحيح يا فندم، يعني من اللحظه الاولى فعلا ظهرت فعلا يعني المحبه وظهر الاحترام للنادي الاهلي، وشهرة كبيرة لنجوم النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة. يعني الجمهور في المطار كان هو يعني البداية فعلا، يعني أزالت كل ممكن لو في أي حد عنده أي شك أو قلق، تم تمام أزيل تماما حتى من أول ما وصل المطار. أيوة حقيقي. خليني أتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات في المغرب، ردود الأفعال، الصحافة إزاي شايفة المواجهة المنتظرة بعد يومين إن شاء الله؟ والله حكي الصحافه هنا، يعني بتكلم مع الصحافه يعني المعتبره الكبيره كلها بترحب بالنادي الاهلي، وشايفه ان النادي الاهلي قامه، وان النادي الاهلي نادي يعني عريق، وانه في علاقات قويه جدا بين النادي الاهلي وبين الانديه المغربيه، وبالتالي هي شايفه الموضوع في اطار الرياضه فقط لا غير، وفي اطار العلاقات اللي بين الرياضيه اللي بين الشعبين. فالروح حلوه
والنبره كويسه، وبالتالي يعني كلنا يعني فعلا بنرحب بالروح السائده حتى في الراي العام وفي الصحافه المغربيه. طبعا انا عارف طبعا، وده مش غريب على الدبلوماسيه المصريه في اي مكان، دعمها لكل الفرق الرياضيه اللي بتمثل مصر، واعتقد انه الاهلي يعني سفير الرياضه واللي بيشرف الرياضه المصريه. طبعا لازم اقول لحضرتك شكرا ولكل اعضاء البعثه الدبلوماسيه في المغرب على الدعم وعلى المسانده وعلى الدور الكبير اللي قمتوا بيه عشان يعني تسهلوا الامور على بعثه النادي الاهلي في المغرب. لا ده واجبنا، يعني طبعا ده واجبنا ولا شكر على واجب. احنا متواجدين مع الفريق في التمرين دلوقتي وهنبقى معاه في الماتش ولغايه لما يركب الطياره ان شاء الله، وان شاء الله كده كله بيتم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتفضل كابتن اشرف. كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي، بس معاك معالي السفير. سيد سفير مساء الخير، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحة يا فندم. بكرر شكري طبعا مع احمد لكل البعثة الدبلوماسية هناك، ولكن عايزين نطمن بس جماهيرنا على الناحية التأمينية هناك يا فندم، على لاعبتنا وعلى البعثة هناك، هل بتحصل مشاكل ولا هل الحكومة المغربية قادرة على التأمين تماما في الملاعب المغربية؟ هو حضرتك لغاية دلوقتي ما حصلتش أي مشكلة، بالعكس هم استجابوا لكل المطالب التأمينية اللي طلبناها. احنا طلبنا تأمين إضافي على البعثة، تأمين إضافي على الفندق، تأمين إضافي على موكب الفريق، واستجابوا لكل حاجة بصراحة، يعني تأمين كامل بأعداد إضافية بكرم زيادة كمان. فمن الناحية دي بالعكس. الاستاد بقى يا فندم، يعني في الملاعب المغربية بتحصل مشاكل أو أزمات هناك؟ والله حضرتك أنا يعني يعني الماتش متوقع طبعا إنه يبقى الاستاد مليان على الآخر. وهنا هم لهم طبيعة في التشجيع، رابط المشجعين بيشجعوا بحماس وكل حاجه، ولكن كله هيبقى في الاطار. يعني انا ما عملتش اي حاجه. ما تعودناش احنا في المغرب ابدا، يعني الذاكره لو ما خانتنيش ما شفتش اي خروج على النص قبل كده في ملاعب مغربيه. صحيح عندهم جماهير كره متحمسه جدا، وبشوف حتى ده بيحصل بين الوداد والرجاء المغربي، لكن ما شفتش حقيقه في الملاعب المغربيه في اي مناسبه خروج على النص. صحيح. هو زي ما حضرتك بتقول فعلا، هي هم جماهير متحمسه ولكن ملتزمه كمان. ايوه. طب وبتكون احترام كبير للنادي الاهلي والمصري. يعني انا يعني ان شاء الله ما فيش اي قلق ان شاء الله. طب خليني اسال حضرتك معالي السفير، بمناسبه الملعب والاستاد، هل بيتم او هل في دور للسفاره المصريه في تنظيم عمليه دخول الجماهير المصريه اللي هيكون عندها رغبه في حضور اللقاء في الملعب في الاستاد؟ لا ده بيتولاه حضرتك في يعني الاستاذ محمد الخامس، في اداره ليه مشرف على هذا الموضوع بالتعاون مع نادي الرجاء. ولكن بيبقى في زي يعني مكان مخصص للجمهور المصري اللي هيبقى في اغلبه كله من الجاليه المصريه. اللي موجوده في المغرب ان شاء الله. والدخول اعتقد في حدود معلوماتنا هيكون بالباسبور، يعني بالنسبه للجمهور اللي هيحضر عشان يساند النادي الاهلي هيكون دخوله بجواز السفر. ده لو في حد جاي من مصر. انما الجاليه المصريه هتبقى عادي يعني بيبقى لا احنا يعني معلوماتنا بتقول ان في جمهور من القاهره هيحضر ان شاء الله اللقاء عشان يساند النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه. ان شاء الله يبقى تمام كده يا فندم، واحنا كبار هنتولى تامين الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ياسر مصطفى، سفيرنا في المغرب. كل الشكر لحضرتك، ومره ثانيه كل سنه وكل بعثتنا الدبلوماسيه المصريه في المغرب بكل خير. نروح لموضوع الجمهور ده، والحقيقه يمكن انا قلت يعني الاهلي هيخش ال 90 دقيقه وكل حاجه في كفتنا. صحيح. ما عدا الجمهور هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى ايه شايل همها، لان انا عارف جمهور الكره في المغرب بشكل عام والرجاء والوداد بشكل خاص من الجماهير اللي بتصنع الفارق. صحيح. يعني انت ممكن تروح جمهور او ملعب مباراه مليان ما تحسش ان الجمهور ليه دور، لكن في المغرب لا، قصه غير. يعني سؤالي طبعا للسيد سفير عن التامين، علشان بس نطمن جماهير النادي الاهلي هنا. أيوة. انه بعثتنا الحمد لله بخير، وانه المباراه في الملعب. يعني صحيح الجماهير هيكون ليها دور كبير جدا احمد، وانا بتفق معاك تماما انه جماهير الرجاء وفعلا من الجماهير المتحمسه جدا، ولكن ادائنا في المباراه دي وان شاء الله يعني نقدر نخطف هدف بدري هيفرق بنسبه 100%. لانه الضغط الجماهير الكبير جدا على فريق الرجاء، وانا اتفرجت لهم على اكتر من مباراه قبل مباراتنا الاولى معاهم هنا في القاهره قبل ماتش السوبر في المغرب. الجماهير بتضغط عليهم بشكل كبير جدا، يعني صحيح متحمسين جدا وصحيح بيشجعوا بقوه جدا، ولكن مجرد التاخير او الهزيمه
يعني التاخير في احراز هدف اول هزيمه جماهيرهم بتقلب عليهم بشكل كبير جدا، ودي نقطه ان شاء الله هتكون في صالحنا وبتسبب لهم ضغط كبير جدا. التسرع لو شفت اداء فريق الرجاء هنا وشفت بعد المباراه الخناقات اللي كانت موجوده بين لاعبتهم هتعرف قد ايه جماهيرهم بتضغط عليهم بشكل كبير جدا، موتراهم طبعا، عامله لهم توتر كبير جدا، ودي ان شاء الله انا اتمنى ان شاء الله واعتقد انها هتكون باذن الله في صالحنا باذن الله في المباراه. طيب قبل ما اخدك ونروح المغرب، يمكن دقائق بسيطه جدا وتمرينه النادي الاهلي النهارده التمرينه الثانيه تبدا، وناخدكم لاجابات كل الاسئله بقى اللي بتدور في ذهنكم. عوده علي معلول، انا قلت لكم ان هو باذن الله ان شاء الله جاهز، وامبارح كان يعني ما اتمرنش مع الفرقه، عمل تمرينه خفيفه كده في الجيم اعتقد، النهارده هياخد على كشف طبي عشان يعني الجهاز الطبي يتاكد على حالته واذا كانت هتسمح له بالمشاركه في مران النهارده حتى ولو بشكل خفيف، ما يعملش التمرينه كامله ولا لا. هنجاوب على كل اسئلتكم ونشوف الفريق وهو بيبدا تمرينه التاني النهارده، ونشوف كابتن اشرف طبعا ورؤيته في المباراه، مستمر معانا طبعا في سهرتنا النهارده في الاهلي في رمضان. بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مباشره. قبل ما اروح المغرب مع حضراتكم، خليني اتكلم شويه على مستر موسيماني. وانا قلت ان الراجل ده من اكتر الحاجات اللي بتميزه هي المواجهات الكبيره. ممكن تختلف معايا في الكوره، في مستوى الفرقه، في بعض الماتشات، في تغييره، في حاجات كده، لكن في كل المواجهات الكبيره كان الراجل الحقيقه حاضر بنسبه كبيره جدا. واعتقد انه الماتش اللي فات ما تقدرش تحمله قوي مسؤوليه السكور، يعني انا حاسبه على عدم توفيق يعني على, على 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 التشكيله اللي اختارها، على طريقه اللعب، على قدرته على الاستحواذ، على قدرته انه يظبط تكتيك الفريق بحيث انه يبقى مسيطر على المباراه وقادر يخلق الفرص، وبالتالي الاهلي نجح في ده بشكل كبير. صحيح. ازاي بتشوف رؤيته للمواجهه الثانيه، وازاي بتشوف الطريقه الامثل لمواجهه الرجاء؟ يا مستر موسيماني، زي ما احنا متفقين واعتقد ان كلامك صحيح بنسبه 100% انه مستر موسيماني عنده القدره على التعامل مع المباريات الكبيره. ودي حقيقه اثبتها على ارض الواقع، مش بس كلام، يعني ارقامه بتقول كده، ما حدش يختلف على الارقام. صحيح. يعني في تعليقات كتيره جدا في الوسط الرياضي وفي الشارع الرياضي وجماهير نادي الاهلي طبعا اللي بتعشق الكيان، انه احيانا في بعض الاوقات يكون التغييرات شويه فيها مشكله شويه او علامه استفهام شويه. شوف، هو يعني بنتفق على ده او نختلف، ولكن في النهايه انت بتحقق نتائج مميزه جدا، بتحقق ارقام كبيره جدا مع مستر موسيماني، وعلى ارض الواقع لا عمل انجازات مع النادي الاهلي كبيره جدا في الموسمين ده اللي بينافس جوزيه. يعني داخل، يعني داخل ربنا كرمه معانا الموسم طبعًا. ده يبقى عمل ارقام ما عملهاش جوزينا. صحيح. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحصل على البطوله دي باذن الله الثالثه. الثالثه دي لو خدها موسيماني عدى. ده صحيح. ثلاثه. طيب. ثلاثه دوري ابطال متتاليين، لسه هيبقى فاضل له واحده رابعه، بس ثلاثه متتاليين حتى جوزينا ما عملهاش. وطبعا واثنين برونزيه طبعًا. كاس عالم ما عملهاش برضه. صحيح. وليه برضه يتحسب له قبل كده واحده مع سان داونز؟ يعني اقصد اقول ارقامه مميزه جدا على مستوى القاره، مش على مستوى الاهلي، على مستوى القاره ارقام ما حدش حققها قبل كده. ده حقيقي. ولكن يعني زي ما قلنا انه يعني في بعض التغييرات عليها علامه استفهام شويه. هي حسب رؤيته يعني. يعني في احيانا المدير الفني بيكون شايف لعيبته اكتر، يعني تحضيره للمباراه ممكن شايفه في التدريبات او في مباريات معينه او في ناحيه خططيه او تكتيكيه معينه ممكن يفيده في التوقيت ده في المباراه. ولكن انا شايف انه في بالفعل في بعض التغييرات شويه بيكون عليها علامه استفهام. اداء النادي الاهلي في المباراه دي اعتقد هيفرق كتير جدا جدا حالتهم الفنيه والنفسيه طبعا. استعداداتهم الحمد لله جيده جدا بعد جلسات كثيره مع كابتن محمود خطيب ومجلس اداره طبعا وكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتقد الحمد لله الناحيه المعنويه والنفسيه وكل الدعم اللي اتكلمت عنه احمد واللي موجود في الشارع الرياضي المصري النهارده والسوشيال ميديا اعتقد واصل للاعبتنا بشكل جيد. يبقى التوفيق ويبقى شويه الناحيه الفنيه بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي، انه التشكيل مهم جدا جدا بدايه المباراه، ان يكون عندك استحواذ في وسط الملعب الثلاثه اللي اتكلمنا عنهم سواء حمدي او ديانج او السوليه، خاصه ان حمدي ممكن شويه
يعني في الضغط الكبير اللي هيبقى موجود في بداية المباراة يكون متراجع شوية مع أو موجود شوية مع ياسر إبراهيم ومع محمد عبد المنعم. أيمن أشرف إن شاء الله يكون متواجد. كنت بسألك لسه في الفصل افتقدنا علي معلول في مباراة الذهاب طبعاً. مش تقليل من أيمن بس علي ما عندوش الحته الهجوميه اللي بيتميز بيها علي معلول كمان يعني ده مكانه وده طبعا بيتظلم ايمن اشرف لما بيلعب في الحته دي خاصه لما بتحتاج تلعب بطريقه هجوميه شويه بيكون عندك اندفاع هجومي شويه لا ايمن اشرف بيتظلم فيها بالتاكيد ايمن مدافع ومدافع جيد جدا واتمنى ان شاء الله انه يعني يكون محظوظ في اللقاء ده يكون اداؤه مميز جدا لانه هتحتاجه بشكل كبير مع ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم ومحمد هاني في الخط الدفاعي في وسط الملعب طبعا حمدي والسوليه وديانج قدام اتمنى طبعا يكون ابراهيم احمد عبد القادر ومحمد شريف طبعا يعني التشكيل طبعا يعني وان كان دايما برضو موسيماني بيشتغل على المفاجات يعني الوارد جدا انه تلاقي مستر موسيماني عامل تريكايه كده او عامل مفاجاه كده حاجه بره الكتالوج ولا بره الصندوق هو وارد طبعا في الحته دي طبعا جداً. طبعا وارد او على فكره برضو في اوقات يعني بفتكر مثلا توظيف قفشه في ماتش الوداد في المغرب ما حدش كان يتوقع من قفشه انه وده اللي فتح السكه بتاع ماتش الوداد صحيح. فهو راجل حقيقه برضو دايما بيطلع حاجات بره الصندوق صحيح ما تقدرش تتوقع يعني هو يكون قاري الدنيا ازاي اكتر حد يعني متابع بشكل جيد بشكل يومي حاله لعيبته عامله ازاي يقدر يوظفهم خاصه ان موسيماني من المدربين اللي بيشتغلوا على المنافسين بمعنى انه بيدرس كويس قوي قوي المنافس بيقرا شويه يعني خطوط القوه والضعف عندهم ودي بتفرق كتير جدا جدا في تشكيله وفي اختياراته صحيح. لمجموعه اللعيبه اللي هتخوض المباراه دي توقعاتي انا ورؤيتي الشخصيه انه مستر موسيماني يمكن ده كمان مرتبط بفكره انك واجهت الرجاء الماتشين اللي فاتوا بشكل يعني او بتشكيله وطريقه لعبه قريبه يعني لما تبص السيناريو ماتش السوبر وماتش دوري الابطال هنا تحس انه الاهلي طريقه لعبه وادائه وتشكيلته قريبين في بعض اتوقع ورؤيتي انه لا هيكون في تغييرات في الطريقه وفي التشكيل في الاسماء في ماتش العوده يعني انا اتمنى شخصيا انه يكون لعيبه او كروت بالشكل ده اللي قلت لك عليه لانه انا شايف انه حمدي مع ديانج والسوليه لا هيكون في استحواذ هيكون في تقفيل في المساحه تقفيل للمساحات هيكون في تضييق للمساحات طبعا يكون في اختراقات من عمرو السوليه او تبادل شويه ما بينه وبين حمدي فتحي في المسانده الهجوميه مع الخط الهجومي انت محتاج تضغط عليهم من قدام شويه في بدايه المباراه زي ما اتفقت انا وكشري وكابتن بدر رجب انه الضغط على الفريق اللي محتاج يحرز فيك هدف ومتحمس بهذا الشكل لما تنزل بشكل هجومي ومش متراجع في وسط ملعبك لا بتديله بتعمل عليه ضغط كبير جدا جدا بالاضافه للضغط النفسي والعصبي اللي موجود عليه وبتقدر كمان في بعض الخطوط اللي عنده سواء في الناحيه الشمال او الناحيه اليمين باك ليفت او الباك رايت بيكون عندهم مساحات لا تقدر تضغط وتقدر تخترق من الحته دي نقدر لا نقدر ان شاء الله النادي الاهلي قادر بشخصيته وبامكانيات لعيبته كل الاحصائيات اللي اتكلمنا عنها في المباراه الاولى لا انت تقدر تضغط على فريق الرجاء رغم انه كان هنا عنده تكتل دفاعي كبير جدا وكان متراجع في وسط الملعب كان بيلعب على الهجمه المرتده ورغم ده اخترقت ورحت من العمق ومن الاطراف وضيعت اربع خمس اهداف تقدر هناك ان شاء الله تعمل ده. السؤال لو انا بسال يعني او يعني كان ليا في فرصه ان انا اسال الجهاز الفني الرجاء هو الجهاز الفني يقدر يعني ممكن يفكر في طريقه الضغط على الاهلي من البدايه من فوق وانه يسيب مساحات بتهيألي برضو دي حاجه قلقاهم جدا وشغلاهم جدا لانه الاهلي في فكره نقل الهجمه او اللعبه على المرتده برضو عنده عناصر كتير جدا سواء لعبه المباراه الاولى او ما لعبتش تقدر تستغل في تخوف طبعا جداً. هيكون في تخوف من المدير الفني للرجاء التوسي طبعا انه يعمل ده وانه يضغط على النادي الاهلي في الخط من الخط الامامي ولكن زي ما بقول لك انه الضغط الجماهيري الكبير جدا جدا على لعيبه وجهاز الفني هيزق طبعا
غصب عنك جوه الملعب بتستجيب احيانا لهتافات الجماهير، غصب عنك بتنسى الادوار اللي ممكن يكون المدير الفني قايل لك عليها، وبالتالي هتحصل اخطاء كبيره جدا. وان شاء الله زي ما بقول لك الاخطاء الكبيره جدا في خط دفاع الرجاء سواء في التمركز في الناحيه الدفاعيه او الرقابه على الخصم، او حتى انك تسيب مكانك زي ما شفنا للباك ليفت والباك رايت للرجاء، وشفنا المساحات الكبيره كانت موجوده لمحمد هاني وحسين شحات بيرستا ومحمد عبد القادر وحتى محمد شريف لما كان بيتحرك على الاطراف، لا في مساحات كبيره جدا جدا موجوده، ودي هتبقى موجوده اكتر في المباراه الثانيه هناك، وان شاء الله نقدر نستغل ده باذن الله تعالى في اننا نحرز هدف يعني يصعب الامور جدا جدا عليهم باذن الله. السيناريو الافضل بالنسبه لنا. خليني اقول لحضراتكم ان اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دي هي اللحظات اللي بدات فيها فرقه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ان هم يتحركوا ان شاء الله عشان ملعب التدريب اللي هيجري عليه النادي الاهلي النهارده ميرانو الثاني استعدادا لمواجهه بعد بكره ان شاء الله. الجزئيه الخاصه بالتامين الدفاعي يعني زي ما انت قلت كده متوقع انه برضو الاهلي يبقى فيه فترات، واعتقد البدايات زي ما قال كابتن كوشري 10 دقائق الاولين ممكن يكونوا اصعب فترات المباراه، دفاعيا الاهلي ازاي يتعامل معاها كابتن اشرف؟ شويه انت 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 محتاج في وسط ملعبك ان يكون في مش تراجع ولكن في استحواذ في وسط الملعب، ده هيدي لك فرصه انك تستحوذ وفرصه انك تقدر تهاجم فريق الرجاء وتمتص حماسهم شويه. أيوة. ما يكونش في الضغط الكبير من الفريق الرجاء عليك. اعتقد ان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ماشيين بشكل جيد، ولكن محتاجين شويه اننا يكون عندنا في حاله السرحان اللي بتبقى موجوده احيانا في بعض الاخطاء نتيجة اللي موجوده. نتيجه نقدر نقول انه لسه برده ما انسجموش، خد بالك الاثنين دول ما لعبوش بشكل طبعا. يعني لسه برده بالتالي المركزين دول في الملعب يعني زي ما الباك اليمين والجناح اليمين لازم يبقى في بينهم لغه كده تفاهم وانسجام، ونفس الحكايه في الشمال، بالتالي برضو الحته دي محتاجه يبقوا فاهمين بعض. انا عجبني محمد هاني جدا في المباراه اللي فاتت، مش في الناحيه الهجوميه بس في الناحيه الدفاعيه والتغطيات العكسيه. شفنا محمد هاني دخل جوه في اكتر من كوره كانت خطر جدا على النادي الاهلي، ودي خبرات اكتسبها محمد هاني الفترات اللي فاتت، وانا دايما بكلم محمد هاني انه بيرجع بسرعه، يعني بيبقى بعيد عن المشاركه، ولما بيرجع بيكون لا الحقيقه عنده خبرات كبيره جدا، بيقدر يستعيد مستواه بشكل كبير، ومستواه ان شاء الله هيفرق في المباراه جدا. التماسك الدفاعي ده وعدم وجود المساحات في خط وسط النادي الاهلي والسرعات الكبيره اللي موجوده عند احداد الجري الكتير جدا جدا اللي ممكن يسبب اخطاء لخط دفاعاتنا، اتمنى ان شاء الله انه يكون في رقابه لصيقه ويكون في تمركز سليم من خط دفاعاتنا، وده اللي بنقوله على خط دفاع الفريق الرجاء المغربي انه عندهم الاخطاء دي. لا ان شاء الله ياسر ابراهيم حاول يعمل ان شاء الله يكون طبعا ظهر قدامنا على الشاشه بتاعي برده بيفرق كتير يعني جدا طبعا. لسه هقول لك وخلي بالك في البطولتين اللي فاتوا كابتن خطيب ما سابش الفرقه اعتقد في ولا مباراه، يعني باستثناء المباراه او اتنين كان تعبان فيهم كابتن خطيب، ولكن ما سابش الفرقه في ولا مباراه، ولا مباراه كان النادي الاهلي بيشارك فيها المباريات الصعبه اللي بيواجهها النادي الاهلي كان كابتن خطيب دايما موجود دايما متواجد ودايما بيدعم الفرقه، ودي بتفرق كتير جدا ونفسيا مع اللاعبين يعني. طبعا خلينا ابص معاك على دور الثمانيه كده سريعا ونتائجه، وتقول لي كده قرايتك، هل في مواجهات حسمت ولا لسه برضه في انتظار؟ انا عارف ان الكوره ما فيهاش مستحيل طبعا، ودوري ابطال اوروبا مقدم لنا دروس السنه دي عنيفه جدا، يعني تشيلسي الريال باريس سان جيرمان ريال مدريد كلها ماتشات كانت بره التوقعات. صحيح. طبعا يعني احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عن ماتش الاهلي، وانا دايما الماتشات الاهلي ما زي ما اتعودنا كده ما بستناش الا صفاره الحكم، لكن خليني اخدك مثلا لمواجهه وفاق الصيف الجزائري في مواجهه الترجي الرياضي، مباراه كانت في الجزائر وانتهت بنتيجه 0-0. شايف مباراه العوده ازاي في تونس ومين اقرب فرص؟ شايف الترجي فرصه اقوى رغم انه هيلعب بدون جمهور الترجي، ولكن العقوبه من الاتحاد الافريقي ولكن الترجي فرقه من الفرق الجيده ومنظمين جدا يا احمد، فرقه الترجي من الفرق المنظمه، هو الكسبان من دول هيقابل الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي، واعتقد ان فريق الترجي من الفرق اللي عندهم خبرات كبيره جدا، يعني مع هذه المجموعه من اللاعبين في الترجي بقى لهم
اعتقد 7 8 سنين او 6 7 سنين بيلعبوا مع بعض، وده عمل حاله انسجام كبيره جدا ما بين فريق الترجي والخبرات الكبيره اللي عندهم في افريقيا. هتبقى مباراه اعتقد انها هتبقى في صالح الترجي. صالح الترجي. طيب بيترو اتلتيكو، الحقيقه هو بيترو اتلتيكو السيزون ده بصرف النظر عن ماتشه مع سان داونز، يعني كنت بقول في الاول انه الاهلي ان شاء الله لو وصل المباراه النهائيه اقرب الظن انه هيقابل سان داونز، لانه سان داونز السنه دي من الفرق المحترمه اللي تعملها مليون حساب، لكن بيترو اتلتيكو عمل مفاجاه وكسب سان داونز بنتيجه 2-1، ومش بس النتيجه لكن كمان العرض اللي قدمه قال انه فرقه ثقيله مش هتخرج بسهوله. من الفرق الجيده جدا، ولكن يعني رجع لنا بيترو اتلتيكو بتاع فلافيو صحيح وجيلبرتو اعتقد ان النتيجه هتكون عكس التوقعات شويه. سان داونز عندهم الخبره الكبيره جدا وعندهم القدره ان هم يرجعوا المباراه دي ويقدروا يفوزوا المباراه دي. يعني افتكر كلامي، اعتقد سان داونز هيقدر يتخطى بيترو اتلتيكو. المواجهه الرابعه الوداد المغربي، طبعا قدر يحقق نتيجه قدام شباب لوزداد، نتيجه ايجابيه بالتعادل خارج ارضه، لا بفوز بخارج ارضه بنتيجه 1-0، وبالتالي اعتقد يعني منطقيا قرب منطقيا اقرب. طبعا المباراه هتكون في المغرب ووسط جماهيره، والمباراه دي بتكون فيها يعني صعوبه كبيره جدا على الفريق المنافس لو جاي متاخر بهدف انه يحرز في مرمى الفرق المغربيه هناك في وسط ملعبهم، بتبقى فيها صعوبه شويه، ولكن يعني الكره فيها كل حاجه، ولكن اعتقد ان الاقرب هو الوداد. ده معناه ان احنا هنكون امام مواجهه برضو عنيفه بين الوداد وسان داونز. طبعا طبعا الكره في افريقيا او المسابقه الدوري الابطال خلينا ده، بما انها اكبر مسابقه او اول بطوله، اتغيرت اتطورت، شايف ان سنه بعد سنه بتبقى المنافسه فيها ومستوى الكوره اللي بيتقدم فيها يعني شوف البطوله الافريقيه عموما او بطوله دوري ابطال افريقيا بتفرز كل سنه فرقة بيكون يعني على المستوى الفني بتظهر بشكل كبير. يعني نتكلم على بيترو اتلتيكو هذا الموسم مختلف، الاداء مختلف جدا كان جدا. سيمبا السنه دي السنه اللي فاتت قصدي كان سيمبا لو فاكر. طبعا فلا في 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 تطور في الكره الافريقيه بشكل كبير جدا. يعني في بطوله افريقيا دايما بنتكلم ان التطور اللي موجود في بطوله افريقيا نتيجه اللاعبين المحترفين اللي بيشاركوا، ولكن معظم اللاعبين في الدوري ابطال افريقيا يعني معظمهم من داخل قاره افريقيا، ما فيهمش كتير من اللاعبين المحترفين من خارج القاره، والمستوى مميز جدا كل موسم، وفي يعني بنتكلم في 6 7 فرق اعتقد احمد دايما متواجدين في المربع الذهبي. طبعا ان شاء الله على راسهم طبعا النادي الاهلي ان شاء الله، بتكلم في سان داونز دايما، الترجي، الفرق المغربيه الحقيقه من 6 7 سنين ابتدت تتواجد بقوه جدا جدا في دايما في نهائيات الدوري ابطال افريقيا. لا في تطور في الكره الافريقيه بشكل كبير، ونشوف اداء ومستويات رائعه جدا الحقيقه. شايف يعني انا عارف طبعا انه العدد مش في صالحنا، لكن بالتاكيد وجود جماهير مصريه في مدرجات ملعب مراكب محمد والله بيفرق يعني. جدا والله بيفرق. يعني عايز اقول لك ان 5 6 من جماهير النادي الاهلي في وسط 70,000 متفرج من جماهير الرجاء، لا بيفرقوا، بتحس بيهم في الملعب، بتحس بيهم جدا في وسط 40,000، وبتعمل لهم حساب جدا. انا والله بكلمك عن 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 يعني حاجات حصلت معانا كلاعبين، لا بتفرق كتير جدا وجود الجمهور المصري هناك، وبتعمل لهم حساب كبير جدا في المباراه، ودايما بيكون لهم دور. احنا دايما بنقول ان جمهورنا هو رقم واحد، لاعب رقم واحد، ودي حقيقه. ودايما كل لعيبه النادي الاهلي بتعمل حساب لجماهيرها في كل مكان. ان شاء الله يكون لهم دور باذن الله في ملعب ان شاء الله الرجاء، وان شاء الله ان شاء الله نخرج يعني مبسوطين باذن الله من اللقاء ده. دايما في الماتشات دي، ودي كانت اول كلمه ابتديت بيها الحلقه، يعني مش بس الخبرات على مستوى اللعيبه، انا قلت حتى الخبرات على مستوى الجمهور. انت عارف يعني لما بتمر بمواقف كتير جدا صعبه، انت كجمهور وكمشجع بتاخد كده خبره كبيره جدا. صحيح. وتقدر تقيس الماتشات دي. اللعيبه برضو بيتهيألي واحده من اهم عناصر المواجهات، حسم المواجهات الكبيره دي، اشرف فكره العناصر الخبره. صحيح. والاهلي الحقيقه عنده عناصر خبره، يعني اقدر اقول وليد سليمان طبعا على راس القائمه، حقق البطوله اكتر من مره، عنده في بطوله افريقيا وبالذات في الماتشات اللي بره طويل جدا. صحيح. يعني وحسم لقاءات كتيره النادي الاهلي وليد طبعا. نهائي افريقيا طبعًا. 2012 طبعًا. كان صاحب بصمه مهمه جدا، هو الجول اللي جاب لنا البطوله. محمد شناوي عنصر خبره، عمرو السولية عنصر خبره، علي معلول علي معلول بس يعني لحد دلوقتي مش عارفين علي جاهز ولا مش يعني جاهز، مش هيلحق اكيد. يعني اعتقد انه مش هيلحق، نتمنى ان شاء الله يكون موجود يعني يبقى جاهز، بس حتى لو ما لحقش ان شاء الله
باذن الله لو ربنا كرمنا ووفقنا يكون جاهز اللي بعد ده، لانه بالتاكيد هيكون صعب برضه. صحيح. انت بطولاتك اللي جايه كلها لو عايز توصل للقب ضرب نار. فعايز بس الاول ده طريق النادي الاهلي ده الطبيعي. طبيعي. اللي عايز يتوج بلقب لازم وبالذات زي الاهلي يعني طبعا. الاهلي دايما بيدور يعني، وجمهور الاهلي اتعود على البطولات القاريه، وبقينا بنبص لكاس العالم. احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت او يعني النسخه اللي فاتت كاس العالم نلعب فاينل، عايزين برونزيه، احنا عايزين نلعب فاينل. فطموحك دايما بيطول. صحيح. دور عناصر الخبره في الوقت ده مع الفريق ممكن يكون ازاي، وازاي يعني يقدروا يساهموا في ان احنا نعدي من ماتش الرجاء؟ بالتاكيد دورهم بيبتدي قبل المباراه، يعني احنا بنشوف دايما الشناوي والسوليه تحديدا، وطبعا معاهم مجموعه كبيره من اللاعبين، يعني معاهم ايمن اشرف، معاهم قفشه، محمد هاني، عندهم خبرات كبيره جدا، ولكن دور الحقيقه الشناوي ودور السوليه بيبتدي قبل المباراه بفتره، لانه الاستعداد للمباريات الحاسمه دي بتكون الحقيقه ليها دور كبير جدا جدا خارج الملعب. الجلسات الكتيره اللي بيقعدوها مع بعض بتفرق جدا جدا في رفع الروح المعنويه للاعبين. صحيح انت مش محتاج ده، انت بتلعب بتمثل النادي الاهلي في بطوله قاريه 70 80 مليون منتظرينك لتفوز بالبطوله دي، وبيحمسوك وبيدعموك، فانت طبيعي جدا انت اوريدي موجود عندك الحماس ده يعني. مشحون يعني، ولكن الاستعداد ما يكونش بس الشحن يا احمد، بيكون احيانا تقليل شويه الضغط العصبي والتوتر اللي موجود عندك. والحقيقه الشناوي والسوليه عندهم من الخبره اللي يقدروا يتحكموا في ده ويقدروا ينقلوه للاعيبه النادي الاهلي. واعتقد دور كابتن سيد حفيظ الحقيقه مهم جدا جدا يا احمد، لانه سيد من الناس اللي اكتسبت خبرات على مدار سنين طويله جدا جدا، سواء كلاعب او كمدير كره في النادي الاهلي، وخد تجارب كتيره جدا. انت ممكن تبقى مدير كره 20 سنه بس ما خدتش تجربه واحده تدي لك خبرات او تكسبك خبرات كبيره. كابتن سيد حفيظ لا، خد خبرات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي في بطولات كبيره جدا، ومع مدربين مختلفين في طريقه الاداء، وبالتالي اكتسب خبرات كتيره جدا في التعامل مع المواقف دي ومع اللاعبين، وبالتالي اعتقد ان ده بيفرق كتير جدا جدا في المباريات دي يعني. دي جبتها لي كمان انه عنصر الخبره هنا كابتن اشرف مش بس مرتبط بمرحله التحضير ما قبل المباراه، جبتها لي انه كمان في ال 90 دقيقه وفي ظروف ممكن تبقى صعبه وفي ظل ضغط جماهيري اعتقد هيكون عنيف جدا، برضه عناصر الخبره هيكون ليها دور جوه الملعب. صحيح. ساعه يعني ساعه المباراه نفسها القياده اللي داخل الملعب، ودي دايما الحقيقه في النادي الاهلي بيكون ليها دور. دايما اتعودنا ان في قائد داخل الملعب او كوتش داخل الملعب انت بتعتمد عليه، بتشوف توجيهاته عامله ازاي، مش بس مستر موسيماني لا. في دايما دور للشناوي، في دايما دور للسوليه في تهدئه اللاعبين او نقل حماسهم او لا نندفع شويه، خاصه مع الفرق المغربيه. احنا شفنا هنا في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه طريقة لعب مختلفة تماما عن كرة القدم، يعني انك تقعد وتضيع وقت. ان شفنا ست سبع لاعبين اعتقد ضيعوا لهم مثلا 10 دقايق وربع ساعة. فكرة اللي انت بتقوله ده وده موجود سيناريو جمهور يعني جمهور النادي الاهلي بيحذر منه، انه لو لا قدر الله مش عايزين نروح لدي بقى ان شاء الله يعني. بالظبط كده. الناس بتقول ده مش عايزين، لان هم الحقيقة شاطرين فيه جدا 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 يعني. تلاقي الماتش بيتسلسل كده وبيخلص واللعيبه بتطلع من تركيزها والوقت بيخلص وبيعدي. مش بس مجرد ان الوقت بيروح، انت كمان يعني الحماس بيروح، ايقاع المباراه بيختلف، ولاعبتنا كمان بتفقد حماسها. لو انت محتاج تحرز اهداف لا بتفقد حماسك طبعا. الطريقه دي يعني اتعودنا عليها من لاعيبه شمال افريقيا. اتمنى ان شاء الله احنا ما نوصلش للمرحلة دي وما نكونش محتاجين الوقت اللي يخليهم يعملوا ده. ان شاء الله ننهي المباراة بدري باذن الله تعالى باحراز هدف يعني. بيتهيألي واحدة من الحاجات برضو اللي بتصعب ماتشات الاهلي، احنا دايما يعني هنا في مصر طول عمرنا الحقيقة اتعودنا انه اي فرقة بتلعب النادي الاهلي دايما يعني بتطلع افضل ما عندها عشان تقف قدام البطل. صحيح. وعشان تظهر وعشان الناس تتفرج عليها وتشوفها لكن حتى كمان على مستوى قارة افريقيا انا بشوف كمان انه الارقام اللي بيحققها الاهلي بتسبب نوع من انواع الاستفزاز للفرق الثانيه، خصوصا انها فرق ابطال. يعني انا بنتكلم هنا مش على فرق محليه، بنتكلم على فرق ابطال، فرق عندها شخصيه البطوله. صحيح. فرق محققه القاب، وبالتالي فكره انه الاهلي يبقى المسيطر والمهيمن على كل على المشهد. صحيح. هو المتصدر في كل الارقام القياسيه وصاحب اكثر عدد من البطولات، هو اللي واخد نسخه البطولتين الاخيرتين،
ده بيعتبر برضو واحد من الدوافع قدام الفرق اللي انت بتواجهها، وبالتالي مطلوب منك انت انك تعلى كمان بالمستوى بتاعك عشان تقدر تواجه الحجم الدوافع دي. وتعلى بالدوافع طبعا ومع تغيير الاجيال ده كمان بيدي استفزاز كبير جدا جدا يا احمد، انه مع كل جيل بينتهي في النادي الاهلي الناس بتقول لك انه، او المنافسين على الاقل بيكون عندهم طموح انه لا احنا ممكن ندخل بقى في المنافسه على البطوله، او ان يعني ننهي سيطره شويه النادي الاهلي على البطولات دي. ولكن الحمد لله النادي الاهلي دايما قادر على انه يحقق البطوله ويفضل دايما هو المتصدر المشهد. عايز اقول لك انه واعتقد ان الناس يعني ناس كثيره من الشباب اللي لسه طالع مش فاهم ده، شخصيه النادي الاهلي والنواحي الاداريه في النادي الاهلي بتفرق كتير جدا 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 في انك دايما تفضل متصدر المشهد، مش بس بطوله بتحصل عليها والموضوع بينتهي، لا النادي الاهلي منظومه متكامله الكل بيعمل فيها نواحي اداريه. حاله معاناه طبعا يعني بالنسبه للعيبه في كل الفرق طبعا، مش بس فريق الاول كره قدم، وفي كل الاعمار السنيه انك انت تبقى بتحقق البطوله دي وكانها شيء روتيني صحيح، يعني وكان الانجاز اتحقق وانتهى وخلص وانت ما حسيتش بيه، بيتهيألي برضو مع الوقت في بيحصل حاله احباط تشبع او احباط احباط للمنافسين. لا طبعا بتكلم عليك انت شخصيا كفريق، انت بتحقق البطوله، بطوله في يعني مئات الفرق تحلم بتحقيقها كانجاز وحيد في التاريخ صحيح، وانت بالنسبه لك قصه وانتهت بعدها ب 24 ساعه. فبيتهيألي تخيل انك فعلا بعد كل بطوله زي بطوله قاريه زي بطوله افريقيا مثلا او كاس الجمهور كمان شكرا جزيلا وخلاص هنحتفل ويلا، وبتبتدي تاني يوم وازاي تكسر في الدوري وازاي ماتش مش عارف ايه. هي دي المنظومه، هي دي منظومه النادي الاهلي ومنظومه النجاح في النادي الاهلي، انك دايما بتفكر انك دايما تبقى مش بس بتاخد بطوله، لا انت دايما متصدر المشهد، وده دي الحقيقه سياسه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. وما تزعلوش من الجمهور وما تلوموش عليه لما تبقى محقق بطوله كبيره ومثلا تتعادل او تخسر نقطتين في صراع المنافسه على الدوري والجمهور يزعل، لانه ده حقه وهو اتعود على كده خلاص، ده الاهلي بقى نمره واحد والاهلي ما بيخسرش، والخساره حتى لو خساره بسيطه جدا او خساره غير مؤثره على مشوارك في البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ده دي حاجه كبيره جدا، ودي نقطه من يعني نقط اللي بتميز النادي الاهلي ككيان بقى، كيان يعني اداره، كيان يعني لعيبه، كيان يعني اجهزه فنيه، كيان يعني جمهور عظيم واقف في ظهر، بتبقى محقق اربع خمس بطولات في الموسم وبتفقد بطوله جمهور النادي الاهلي بيبقى زعلان غاضب جدا جدا، وحتى اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز الفني النادي الاهلي بيبقى متضايق انه فقد البطوله دي. هو ده النادي الاهلي، وهو ده دايما حال للاسف شويه الضغط الكبير يبقى موجود على لعيبه النادي الاهلي، انه دايما مضطر انه يبقى متواجد، وانه متواجد بس مش بس عشان يشارك، لا انت دايما بتلعب على البطوله رقم واحد. دي بقى لما نقول اللعيب بنمره اللعيب رقم واحد جمهور النادي الاهلي، هي دي قوه الدفع اللي احنا بنتكلم عليها، عشان في وقت من الاوقات ممكن يعني لعيب يبقى مش متقبلها او يعني يبقى متضايق منها، لكن دي قوه الدفع وده الجمهور اللي بيسندك وقت لما ما بينجحش وما بيقعدش في النادي الاهلي. يعني اللاعب اللي بيجي بهذه الشخصيه الضعيفه، وامثله كتيره مش هنذكر طبعا منها حد يعني نتمنى لهم التوفيق دايما، ولكن اللي دايما متواجد في النادي الاهلي وبيكمل في النادي الاهلي هو اللاعب اللي عنده شخصيه قويه، اللي بيتحمل فكره الضغط الكبير جدا جدا في عدد المباريات وفي ضغط انك دايما محتاج بطوله او دايما عايز تحقق بطوله خلال الموسم، ثلاث اربع بطولات خلال الموسم، وده الضغط الكبير اللي مش كل اللاعبين بيقدروا يتحملوه. فكروني في كلمه كابتن محمود الخطيب اللي كان بيقولها لعيبه النادي الاهلي، انه جمهور النادي الاهلي ما بيعدش وما بيفتكرش انت خدت بطولات قد ايه، بقد ما بيفتكر وبيركز في انت خسرت ايه. صحيح، يعني لانه دي الحالات النادره، يعني دي الحالات النادره اللي موجوده. يعني الجيل ده الحقيقه احمد يعني رغم انه يعني مش عايز اثقل عليهم، مش عايز اقول، لانه بالفعل جيل مظلوم شويه زي ما انت تفضلت وقلت، من حيث يعني في كل حاجه، رغم الدعم الكبير جدا جدا من مجلس الاداره الحقيقه في كل حاجه وتلبيه طلبات الجهاز الفني بالكامل طول الوقت،
ولكن امكانيات مختلفه عن الجيل السابق. أيوه. ورغم ده قدروا يحققوا بطولتين للنادي الاهلي على المستوى القاري، مستوى افريقيا، بطوله كاس العالم للانديه مرتين، البرونزيه. أيوه. طبعا بطولتين سوبر. لا الجيل ده يعني تحمل كتير جدا، والجيل ده هو الجيل الوحيد وحقق انجازات كبيره جدا كلها اللي لعب ابطال وكسب ابطال كل القارات ما عدا اوروبا. صحيح. يعني انت ما فيش قاره فلتت من صحيح. تحت بطل افريقيا في السنتين الاخيرتين دول باستثناء طبعا يعني أوروبا. كان بايرن ميونخ اوروبا بطل اوروبا وتشيلسي يعني ما وفقناش في ان احنا نواجهه. لو رجعت لسيناريو المباراه مره ثانيه، ايه الاوراق المهمه او التغييرات في الطريقه والتشكيل اللي ممكن مستر موسيماني يواجه بيها اي طارئ او اي سيناريو لا قدر الله ما يكونش يعني محطوط في الحسبان زي ما بيقول؟ شوف حسين الشحات طبعا تغييره مهمه جدا بره. قفشه اتمنى ان شاء الله انه يعني يرجع او يعود لمستواه مره ثانيه، رغم انه يعني ابتدى الحمد لله يتواجد يعني. طب هتسمح لي اروح لمحمد توفيق في المغرب وارجع اسمع رد كابتن اشرف على النقطه دي، بس خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من المغرب من كازابلانكا مع بدايه تمرين النادي الاهلي في يومه الثاني، نطمن على الفريق ونطمن على استعداد الاهلي لمواجهه الرجاء المغربي. يا محمد مساء الخير وكل سنه وانت طيب طبعا، والحمد لله على السلامه. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك والكابتن اشرف ممدوح ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. زي ما ذكرت ده اليوم الثاني لبعثه النادي الاهلي هنا في الدار البيضاء، وده زي ما بنقول يعني تدريب ثاني يوم، وده التدريب الاساسي لمباراه الرجاء ان شاء الله في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، فده مباراه كبيره، وزي ما يمكن عشان فرق التوقيت طبعا فقدرت اسمع كل المقدمه اللي انت قلتها في البدايه. ان شاء الله يكون 90 دقيقه ومن بعدها 360 دقيقه بما فيهم ال 90 دقيقه بتوع ماتش الرجاء، وان شاء الله يكون النادي الاهلي هو الحائز على النجمه ال 11، يبقى يعني انجاز غير مسبوق بالحصول على البطوله للعام الثالث على التوالي. يمكن في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها لسه الفريق واصل حالا لمركب العرب الزاولي هنا ببلديه المحمدي في مدينه الدار البيضاء. يمكن الملعب اكثر من رائع، كان عليه تدريب الفريق بالامس وكمان انه يوم، واحتمال بكره كمان يحتضن التدريب الاخير للفريق لو في حاله عدم يعني اقامته في مركب محمد الخامس اللي هيكون في ملعب المباراه. يمكن الفريق النهارده كان يومه طويل جدا يا احمد، يمكن كان في مسحه طبيه لجميع افراد البعثه كانت في السادسه مساء، من بعدها يمكن محمد الشناوي اجتمع يعني بجميع اللاعبين هو وليد سليمان واللاعبين الكبار، يمكن اتكلموا فيما بينهم عن اهميه المباراه واهميه العوده بنتيجه ايجابيه والصعود ان شاء الله للدور القادم واسعاد كل جماهير النادي الاهلي. دي النقطه يمكن كنت برضو بتتكلم فيها في المقدمه، ان النادي الاهلي كبير بتاريخه ببطولاته بلاعبيه بجماهيره، وان شاء الله قادر على تحقيق الفوز والرجوع به بطاقه الصعود من هنا ان شاء الله. يمكن بعد كده كمان كان افطار البعثه فيه تمام السبعه و10 دقائق بتوقيت الدار البيضاء، التسعه و10 دقائق بتوقيت القاهره، ومن بعدها كان في محاضره فنيه للجهاز الفني مستر بيتسو موسيماني. يمكن في اول المحاضره كده كابتن محمود الخطيب كان متواجد، وطبعا يعني قال كلمه للاعبين حسهم فيها على تحقيق الفوز وتحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق كل امال وطموحات جماهير النادي الاهلي. من بعدها على طول يمكن مستر موسيماني استكمل المحاضره الفنيه ومحاضره الفيديو لدراسه يعني اهم نقاط القوه والضعف فريق الرجاء المغربي، ومن بعدها مباشره توجهنا هنا لملعب التدريب. يمكن ملعب التدريب بالظبط يا احمد بيبعد عن فندق الاقامه لمده ربع ساعه كمان، ملعب المباراه بيبعد عن فندق اقامه النادي الاهلي تقريبا بمسافه 20 دقيقه، يعني كل الاجواء هنا مهيئه. يمكن كمان زي ما شفنا النهارده في الاخبار واتصال رئيس النادي الرجاء المغربي انيس محفوظ بكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب وجه الشكر لاداره وجماهير نادي الرجاء المغربي على حسن الاستقبال. يمكن كل الاجواء هنا في المغرب اكثر من رائعه. عاوز اقول لك كمان يعني سريعا عشان عارف وقتكم يعني المتبقى قليل جدا، يمكن برنامج الفريق بكره ان شاء الله هيبقى الاجتماع الفني الخاص بالمباراه في تمام الواحده ظهرا بتوقيت الدار البيضاء، ومن بعدها ان شاء الله المؤتمر الصحفي للمباراه اللي هيحضره مستر موسيماني واحد لاعبي النادي الاهلي هيكون في نفس الفندق اللي هيقام فيه الاجتماع الفني، هيكون المؤتمر الصحفي كمان بعده في تمام الثالثه والربع عصرا، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى التمرين الاخير وختام استعدادات النادي الاهلي لمباراه الرجاء ان شاء الله هتبقى بتدريب اخير في تمام العاشره مساء. يعني كل الاجواء زي ما قلت لك انا اكثر من رائعه، يتبقى بس ان يعني زي ما قلت في مقدمتك توفيق ربنا ان شاء الله وتحقيق نتيجه ويكون كل اللاعبين في حالتهم وان شاء الله الصعود واسعاد كل جماهير النادي الاهلي. كلمه لك يا احمد اتفضل. بالنسبه لعلي معلول سؤالي الاخير بس محمد، اعرف منك او اطمن على تطورات الحاله بتاعت علي معلول، نطمن عليه منك. يمكن علي معلول بيواصل برنامجه التاهيل الموضوع ليه من قبل الجهاز الفني والطبي للنادي الاهلي، بيسير بشكل اكثر من رائع، وان شاء الله نطمن عليه عقب المران النهارده من الدكتور احمد ابو عبله، وان شاء الله يتم اعلان مشاركته من مباراه من عدم ان شاء الله خلال اليومين المقبلين. عايز اطمنك على كل افراد البعثه وال25 لاعب الموجودين هنا في تشكيل النادي الاهلي او في قائمه النادي الاهلي كلهم على بحاله اكثر من رائعه. يمكن كل الاجواء، كل اللاعبين، الحاله المعنويه، الحاله البدنيه والفنيه اكثر من رائعه. ان شاء الله بس يتبقى
توفيق ربنا باذن الله، والنادي الاهلي ان شاء الله يعود ببطاقه الصعود والوصول لدور نصف النهائي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرين الفريق او يوم النادي الاهلي الثاني في المغرب، استعدادا طبعا لمواجهه الرجاء. نعرف ان الاشقاء في المغرب مهتمين جدا متابعه كل التفاصيل، على الرغم انه الفريقين يعني زي ما قلت اتقابلوا لسه مواجهتين قريبين جدا، وبالتالي بقوا بالنسبه للاجهزه الفنيه على الاقل يعني كتاب مفتوح. اوراق طبعا يعني كتاب مفتوح وكل الاوراق معروفه. يعني هرجع طبعا يعني اتمنى ان شاء الله للتوفيق باذن الله للنادي الاهلي، واعتقد الاجواء هناك مميزه جدا، ولعبتنا حاسه قد ايه بالمسؤوليه المباراه دي. وان شاء الله يعني الحاله الفنيه بس وقتها يعني في مباراه الرجاء ان شاء الله يكون في توفيق بنسبه كبيره للاعبتنا ان شاء الله. يعني كنت بتسالني على الاوراق اللي ممكن بيرستا الموسيماني في التغييرات. يعني اعتقد لو ابتدى بيرستا وهيكون طبعا حسين الشحات ورقه من ضمن الاوراق الرابحه، وعنده خبرات كثيره جدا ويقدر يكون صاحب قرار داخل الملعب، لان من اللاعبين اصحاب القرار، بمعنى انه يقدر يغير من رتم المباراه ومن نتيجه المباراه ان شاء الله. حسين اعتقد صلاح يعني اعتقد انه طاهر محمد طاهر من الاسماء برضو اللي موجوده بشكل كبير في ممكن يكون من ضمن التغييرات اللي موجوده. يعني اعتقد انه حاله لعبتنا بس في المباراه دي يا احمد هتفرق كتير جدا جدا. يعني مش شايف انه ممكن يكون يحتاج تغييرات كتيره في المباراه. أيوة ممكن يغير طريقه اللعب بقى على طبعًا حسب يعني يستغنى عن حد من الديفندرات. يعني انت عندك داخل الملعب في 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 ممكن تغييرات تكتيكيه داخل الملعب، يعني حمدي فتحي ممكن تستغله في خط الظهر، ممكن تستغله في خط الوسط. يعني من داخل الملعب في 11 اللي ممكن يلعبوا. أيوة ان شاء الله ممكن تغير خططي او تكتيكي. توقعاتك ماتش بكره؟ يعني كل التوفيق طبعا يعني بنتمنى ان شاء الله الفوز في المباراه دي، ولكن انا عندي احساس قوي جدا جدا ان انا هتخطى المباراه سواء بفوز او تعادل. عندي ثقه كامله في لعيبتنا وفي رجالتنا، دايما موجودين في المواقف الصعبه، ودايما في الظروف الصعبه دي معدن وروح رجالتنا بتبقى موجوده. ان شاء الله كل التوفيق ليهم، وانا واثق ان شاء الله باذن الله تعالى اننا نتخطى الرجاء، وان شاء الله هنبارك ليهم بعد المباراه باذن الله. باذن الله ان شاء الله نتخطى الرجاء ومن بعد الترجي ان شاء الله ومن بعد يعني خطوه زي ما تعودنا. يعني انا قلت من البدايه انه يعني توقعاتي انه الاهلي هيقابل سان داونز في نهائي البطوله، وان شاء الله باذن الله توقعاتي تبقى في محلها ان شاء الله. ان شاء الله بدون مقاطعه. ان شاء الله باذن الله. لو اخترت نجم واحد من النادي الاهلي، اختار اسم واحد تحب توجه له رساله قبل المباراه، يكون مين وتقول له ايه؟ احمد عبد القادر. يعني الحقيقه انا بشكره جدا جدا، لانه الفتره اللي فاتت مستوى ثابت وبيزيد، مش بس ثابت لا بيزيد، وفارق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. خلي بالك انه احباط كبير جدا جدا وما تواجدش في مع منتخب مصر، ومع ذلك استمر في اجتهاده واستمر على الحفاظ على مستواه، وكمان بيطور من ادائه. كل التوفيق ليه، وان شاء الله اتمنى له باذن الله التواجد في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر الفترات اللي جايه ان شاء الله، هو وكل زمايله. كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله باذن الله، ويوم السبت نكون هنا في الاهلي في رمضان بنحتفل باذن الله ان شاء الله بفوز النادي الاهلي وتاهول للدور قبل النهائي. بشكر نجمنا النهارده ونجم سهرتنا الاهلي في رمضان كابتن اشرف ممدوح، نورت شرفت، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. بشكرك جدا جدا احمد، سعيد جدا جدا بوجودي معاك والله، وكل سنه وانت طيب، كل سنه وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وكل مصر طبعا يا رب. الوطن العربي بخير وصحه وسعاده دايما دايما وبخير وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي. كل سنه وانتم طيبين.